هتعرف تقول لبعض مبروك ولا هارد لك. ايه في الحقيقه هارد لك؟ الزمالك دايما بيسموه مدرسه الفن والهندسه. القاعده ان الاهلي يكسب. لو هتدي لقب ملوك الصلاه تديها لمين؟ النادي الاهلي طبعا. احنا ملوك الصلاه يا جماعه، انتوا بتتكلموا فين؟ ده هو بيتكلم في ارقام، مين كسب مين في اخر بيحسب جولات. عشرة من عشرة. عشرة من عشرة طبعا. أهلا بكم من جديد أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، والفقرة الأكثر جدلا والأكثر مشاهدة عمرو علاء مع سيف. أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وسعيد جدا أني معاك النهاردة ومع الصديق العزيز علاء، وطبعا يعني سعيد جدا بالحالة أو بالجو العام اللي في الحلقة حقيقة، يعني بنقابل الجمهور الأهلي وجمهور الزمالك، حاجة بصراحة جميلة ومشرفة جدا. جمهور الكرة المصرية بشكل عام يا كابتن سيف طبعا بجد، يعني سواء أهلي سواء زمالك سواء أي نادي، ناس راقية وناس عظيمة جدا، مختلفة تماما عن جمهور السوشيال اللي الناس لأن السوشيال زي ما تقول سهل كده، ففي ناس كتير بتغلط أو تقول لكن تلاقي على الحقيقة لا، الوضع مختلف تماما بجد. الشعب المصري شعب عظيم طبعا. الاسطوره استاذ علاء عزت. كابتن سيف تحياتي لحضرتك. اخبار حضرتك ايه استاذ عمرو؟ الحمد لله والله كله زي الفل. هو فعلا الاشاعه اللي انت حكيتها لي دي في حد بيتجاوز في حقنا على صفحته فعلا؟ كابتن سيف، الاستاذ عمرو الدرديري من بعد الحلقه اللي فاتت مفرغ نفسه تماما تماما للترويج لفكرته العظيمه ان الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا، وعمال ينتقدنا انا وانت على الحلقه اللي فاتت دي طبعا مع كابتن خالد غندور على قناه الزمالك وعلى صفحته الشخصيه طبعا. حصل كده فعلا حرب؟ لا لا، ده كل يوم كل ربع ساعه الدوري المصري اهم من دوري ابطال افريقيا، والاهلي مش عارف لما بيكسب 4-0 ما حصلتش في التاريخ وبتاع وكده. استفزني علاء الحقيقه حاقد على صفحتي. خلاني بقى ايه يعني كلامه ده خلاني اروح الاسبوع اللي فات من بعد حلقه على طول ابتدي اشوف بطولات القاريه في العالم كله بيحصل فيها ايه وبتاع. في ارقام كده كابتن سيف، يعني انا بقول لحضرتك يعني يعني تخيل لما مثلا لقيت ان ميلان كسب برشلونه في النهائي 4-0. لا ده انا يعني بص يعني. شوف يا كابتن سيف، يعني هقول لك بعض الارقام الارقام. ريال مدريد كسب بشتكاش التركي 8-0 تمام. بايرن ميونخ كسب بازل 7-0. مانشستر سيتي كسب شالكا الالماني 7-0. بايرن ميونخ كسب برشلونه 8-2 دي مسالتين. مانشستر يونايتد كسب روما 7-1. نصف نهائي بايرن ميونخ كسب برشلونه 4-0. ريال مدريد كسب بايرن ميونخ 4-0. ميلان وبرشلونه 4-0. اخر حاجه كانت لسه في دوري ابطال اسيا طبعا، ادي اوروبا شوف يعني انا بقول لحضرتك 8-0 7-0 8-2 ريال مدريد بايرن ميونخ وبرشلونه. فانا قلت الله يعني دي مش مراكز الشباب، يعني ما لقيتش مثلا حد طلع واتهم ان يعني ما فيش صحفي الماني طلع بعد ما بايرن ميونخ كسب برشلونه قال لك كان بيلعبوا مركز شباب برشلونه مثلا وكسبان برشلونه وفي وجود ميسي 8-2. خلص كلامك بس. لا لسه ما كانش كلام. ودورت على ابطال اسيا لسه من يومين بس اهلي الاهلي الاماراتي كسب الغرافه القطر 8-2 دوري ابطال اسيا. فقلت ايه ده، معقوله الارقام دي اللي بتحصل دي؟ ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ كسب برشلونه رايح جاي، بايرن ميونخ كسب برشلونه رايح جاي 3-0 في ميونخ و4-0 في برشلونه. فانا قلت الله، طب ما في ارقام اهي، امال مش مركز شباب ازاي؟ فانا بقول له عمرو، يا عمرو انت اهنت دوري ابطال افريقيا والارقام دي بتحصل، وكره القدم فيها ارقام كبيره جدا وفيها انتصارات كبيره جدا. بس اصبح الناس كلها متفقه على حاجه واحده، ان الاهلي هو الاقوى والفروقات ما بين الاهلي واقرب منافسيه بعيده تماما، يعني زي ما يكون الاهلي في حته ثانيه. ده كلام حضرتك يا كابتن سيف، ده مش كلام الناس، كلامك انت او وجهه نظرك انت ما تخليهاش هي العامه. انت مش سامعني، ده وجهه نظر حضرتك. انت مش سامعني. لا انا سامع. انا بقول لحضرتك، طب انا بس عايز ارد على انا جاي لك والله عايز ارد انا جاي لك والله بس انا بقول للراجل في افريقيا انت بس ما سمعتنيش. اتفضل استاذ علاء، انا جاي لحضرتك والله. فانا بقول هو عمرو طبعا قال كده عشان خاطر النادي الاهلي لوحده بيغني لوحده في البطوله. بس هو فعلا الاهلي بيغني لوحده في البطوله طبعا يا كابتن سيف. يعني انا بقول لحضرتك تخيل لما فرقه فعلا، يعني الاهلي هو النادي الوحيد اللي طبق او اللي اكد على مقوله
ان الارقام القياسيه خلقت لكي تتحطم. يعني النادي الاهلي في كل مباراه افريقيه دلوقتي بيحطم. ده موسيماني النهارده امبارح عمل انجاز تاريخي، اول مدير فني في تاريخ دوري ابطال افريقيا يلعب ثلاثه نصف نهائي بدون هزيمه. ما حصلتش في تاريخ. يعني انا طبعا لسه يعني الوقت ما كانش سمح لي كتير ان انا هراجع لسه على دوريات اوروبا واسيا وامريكا الجنوبيه والكونكاكاف وكل البطولات دي هروح اشوفها. لا لا عشان فانا بقول لحضرتك تخيل لما يكون موسيماني. انا قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت موسيماني في كل مباراه بيعمل رقم قياسي. موسيماني امبارح عمل رقم قياسي ان هو اول مدير. انا اعتقد كمان الاهلي بيقترب على ال 11 بشده يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني بإذن الله. والناس النادي الاهلي امبارح يعني فعلا ازاي فريق يقدر يخلي صعب يخليه مستحيل بالنسبه لوفاق الصيف. يعني وفاق الصيف داخل المباراه وعارف ان المهمه صعبه جدا جدا جدا، بعد دقيقتين النادي الاهلي خلى المهمه صعبه دي مهمه مستحيله. فده يحسب للنادي الاهلي بشكل ايجابي جدا يعني. انا على فكره لا بهاجم النادي الاهلي ولا بهاجم الزمالك ولا بقول ان الزمالك عشان البطوله ضعيفه في الزمالك. اقول لك مفاجاه، اقول لك مفاجاه، اكمل كلامي بس. اقول لك مفاجاه، لا مش عايز مفاجات لما اكمل كلامي. انا لا قلت الاهلي ولا بتكلم على الاهلي ولا على الزمالك، انا بتكلم على بطوله افريقيا. انا عايز اقول لك بقول مفاجأة. ان بطوله افريقيا لابد من المراجعه. تمام. هو ليه الاتحاد الاوروبي على فكره إيه؟ على فكره صالح، على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه. اللي هو بيقوله واللي احنا بنقوله هو تقريبا نفس الحاجه. استاذ عمرو بيقول ايه مثلا؟ هنمشي معاك واحده واحده. الدوري اقوى من بطوله افريقيه، ماشي خلاص. لا انا ما ينفعش اقول اللي انتوا بتقولوه. يا فندم بتقولوا حاجه، يا فندم دقيقه واحده، انتوا بتقولوا حاجه ثانيه، ما بتقولوش اللي انا بقوله. خليك معايا، خليك معايا بس. انت قلت ايه؟ الدوري اقوى من بطوله افريقيه، صح؟ احنا معاك. خد الثانيه، خد الثانيه. بنقول ان الاهلي اللي بيلعب في الدوري اللي هو اجمل من افريقيا، المسافه بينه وبين اكبر منافسينه بعيده. انسى ده الاهلي، هات اي فريق من الزمالك، المنافسه هتبقى بعيده او المسافه بعيده. انت نفسك بتقول ان الدوري يا استاذ عمرو، انت بتقول الدوري المصري اقوى فنيا، اقوى من بطوله افريقيا، صح؟ في الدوري المصري واحنا الأهلي واحنا أقوى. بنقول ان الاهلي في افريقيا، فاهم قصدي، ابعد من اي منافس ليه. هي ضعف. هي ضعف الضعف بالظبط. حضرتك بتقول ليه كده؟ انت حضرتك مع كامل احترامي، انت معايا؟ لا لا حضرتك انت جمع يا استاذ عمرو، المفروض حضرتك مش تسالنا واحنا بنجاوب. انت بتقول ليه راي يا كابتن سيف؟ مش هقول راي حضرتك، ما تقولش راي، احنا اللي نقول راي. انت حضرتك تسالنا واحنا بنقول راي. انا بقول رايك وراي استاذ علاء الاثنين واحد. بعد اذنك لما اكمل ادلل على اللي انا بقوله. الدوري المصري والاهلي في حته ثانيه. الاهلي علاقه الدوري وايه علاقه الاهلي؟ مش انت اللي قلت الدوري بتعملوا علاقات كده؟ مش انت اللي قلت الدوري اقوى؟ بس اكمل اكمل. انا بقول وما زلت بقول وما زلت عند رايي. هي هي وبنفس المقياس ده الاهلي هو بطل الدوري المصري. يا ثانيه بفرق كبير. لا 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 دي واحده، دي واحده. لا 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 هو بطل الدوري يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، حتى لو احنا مش بنتكلم مين بطل الدوري، احنا بنتكلم ان الاهلي هو بتسفهوا ليه اللي انا عايز اقوله؟ انا مش عارف، انا عايز اقول فكره ما انتوا بوظتوها لي. يعني بتتكلموا في حاجات تانية، انا بتكلم ان الدوري المصري. استاذ عمرو بعد اذن حضرتك، انت قيمه وقامه وكلامك كله كلام موزون، مفيش حد يقدر يسف. طب احنا بنشتغل كمت. انت اللي مش عايز تسمع، احنا بنشتغل بالقياس. انت حضرتك قلت حاجه فبقول لك كلنا في سكه واحده. اتفضل. القياس انا ماليش علاقه بيه، انا بتكلم في اللي انا في الفكره اللي انا عايز اقول. انت عايز نص الفكره بقول... ونص الثانيه؟ لا لا يا فندم اسمعني بس الاخر كلام. اتفضل. انا بقول ان الدوري المصري اقوى بكتير دلوقتي حاليا. حاليا تمام. مش شرط، مش تاريخا. تمام تمام. ما بقولش تاريخا، بقول تمام. حاليا اقوى بكتير من الدوري، من دوري ابطال افريقيا. تمام. ليه؟ الدوري المصري انت سموحه والمصري كان حد يتوقع النتيجه؟ لا، استحاله حد يعرف مين يكسب مين. تمام. المحلة والمصري تقريبا الاسبوع اللي فات واللي قبله. تمام. ما تعرفش النتيجة. تمام. ما تقدرش تعرف النتيجة. تمام. افريقيا كده برضه. الجونة، الجونة وسيراميكا. ما انا بقول لك ما تقدرش تعرف النتيجة. طيب ما هو نفس النهاردة سيراميكا من أندية المؤخرة. لما لعب النادي الأهلي، الأهلي تعادل معاه بالعافية. ده مش على فكره، مش بهاجم الاهلي ولا بقول انه ضعيف. انت ولا انت بتشيد بالدوري المصري. لا بقول ان الدوري المصري فعلا بقى. طيب. قوي. طيب. بقى النهارده ما تعرفش النتائج. تمام. الفرق كلها شد حيلها. تمام. كله بيحاول. مين يقول ان الانبي يكسب الزمالك 2-0؟ وجهه نظر سيادتك، انت فاهم، وجهه نظر محترمه. اي حد قبل المباراه زمالك وانبي هيكسب الزمالك. تمام. كنا بنعمل كده الاول. تمام. لا النهارده لا، محدش خلاص يكسب. يعني انت عايز تطلع اي حد من الدوري المصري؟ خليك معايا بس. انا جاي. طب يا كابتن سيف انت ليه بتوقفني؟ طيب ما تسيبني اقول. انت مش متقبل مني كلمه ليه؟ حضرتك مش عايز تسمعني. انت بتيجي ليه قافل كده؟ حضرتك بس مش انا سامعك والله. منشكح ويضحك. انا عايزك بلغه القياس. الدوري المصري في حته تانية، صح؟
افضل من الدوري. معاك معاك تمام. والنادي الاهلي ده ممثل الدوري. ايه علاقه النادي الاهلي؟ انا ما جبتش. خليني اسمع. انت ليه عايز تحشر النادي الاهلي؟ انت دي واحده بس. انت بتحشر النادي الاهلي ليه في الموضوع؟ مش فاهم. دي واحده بس. انت بتسمع نص والنص لا رفضه. اتفضل. اسمع، مش انا سمعتك. اسمعني حضرتك، الدوري المصري في حته ثانيه، والبطوله الافريقيه في حته، والدوري المصري في حته ثانيه، صح كده؟ صح؟ تمام. النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه في هذه البطوله، وممثل الدوري المصري، وبنقول ان المسافه بينه وبين اقرب منافسينه بعيده، اذا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في حته ثانيه. انت تمام تمام خلاص، هريحك واقول لك صح خلاص. بس سيبني اكمل. ما تقدرش تقول لي غلط. خلاص لأن انت اللي قلتها، انت القياس انت اللي قلته. ماشي ماشي. خلاص انت كده مبسوط ومرتاح؟ انا ما انا مبسوط. يلا كمل كمل الفكره. الفكره ان الدوري المصري بقت نتائجه مش مضمونه. صح. ما تعرفش مين هيكسب مين. صح. خلاص حتى اللي في المؤخره بيكسب ممكن اللي في القمه. صح. النتائج كلها، فده الدوري المصري بدا يبقى ليه قيمه عاليه. صح. في السوق. دوري ابطال افريقيا بدات القيمه لما تتفرج على نص نهائي وتلاقي فريق بيكسب فريق مثلا 4-0 وعلى ارضه مش عارف يكسب. طب ما انا جاي انا معدي لك اهو. طب ما فريق اهو معني. بس على انا بتكلم بجد. انا طب والله لازم اكلمك بجد. والله انا بتكلم بجد. طب والله بجد. اوروبا ما تقعدش تقول لي اوروبا. اوروبا يعني طيب برشلونه يخسر 8 وانت لما رحت لعبت بايرن ميونخ عملت ايه؟ على فكره يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، خلينا نتكلم. هي وجهات نظر تحترم. خلي بالك الحقيقه دي، بس الحقيقه بالقياس ان الاهلي بعد عن منافسيه. ايوه الاهلي فنيا في حته ثانيه. طيب ماشي يعني. هو الراجل بيتكلم برضه صح. الراجل مندهش قوي لفريق. لا لا خلوا بعض والنبي. ايوه يا استاذ علاء، خلوا مع بعض وانا هستنى ما تخلصش. لا يا استاذ علاء، انت لا، اصل انت ضده عشان انت ضده. لا لا والله ده حبيبي. لا بس ما تقفلش معاه. الراجل هنا بيتكلم صح. الدوري زعلانين والله يا استاذ علاء. الناس في الجزيره زعلانين والله. الدوري احنا بنتكلم فنيا، كل احترام لكل الناس، احنا بنتكلم ان الدوري في حته ثانيه، والكره المصريه فعلا في افريقيا في حته ثانيه، في فروقات ما بين النادي الاهلي واقرب منافسيه، دي حقيقه كابتن. في البطوله الافريقيه الكره المصريه مش في حته ثانيه. في بطولات الانديه الافريقيه مش في حته ثانيه، هو واحد بس في حته ثانيه. الاستاذ عمرو الحلقه اللي فاتت يقول لك ايه الانديه المصريه اقول لك الصراحه اقول لك الصراحه اقول لك الصراحه اقول لك الصراحه طب اقول لك الصراحه اقول لك الصراحه وجهه نظري يعني. المستويات اللي انا شفتها في افريقيا السنه دي، مع كل احترامي لنادي الزمالك، ونادي الزمالك كان غير موفق في البطوله الافريقيه، الطبيعي الطبيعي ان فنيا طبعاً ان المباراه النهائيه تبقى بين الاهلي والزمالك. طبعا طبعا. ممكن اكمل يا كابتن سيف؟ اتفضل. انتوا ليه بتدخلوا الاهلي والزمالك في الموضوع؟ انا ما بتكلمش على الاهلي، طيب بتكلم على بطوله. خلاص والله بص خلاص والله لم دخل. لا بتكلم على الاهلي ولا على الزمالك مستواهم. تمام. انا بتكلم في حاجه تاني في بطوله افريقيا. خلاص احنا جينا معاك. احنا بطوله تمام. افريقيا تمام. لابد ان الاتحاد الافريقي اللي نايم على نفسه ده ان يعيد نفسه ويفكر بشكل جديد في البطوله، ازاي البطوله تبقى قويه. تمام. احنا خدنا منك الجزء ده واقتنعنا بيه وهيعمل طيب. كده في تجربه البطوله الجديده. لا في بطوله جديده. لا 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 في كامل الاحترام. لا لا في بطوله جديده. في بطوله جديده راح يعلن نهائي افريقيا، راح يعلنه قبل بعد ما تحددت الابطال. لا 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 بس في بطوله جديده هيعملها بارقام جديده بمستويات جديده يعني. الفكره خلينا دلوقتي في موضوع الاتحاد الافريقي ده، لان هنتكلم عليه لوحده. ده تطوير بطوله دوري الابطال، لان هي البطوله الام، البطوله الرئيسيه، تطويرها مهم جدا، ولازم احسن فرق في افريقيا احسن انديه في افريقيا لازم تلعب في البطوله دي. صح. ولازم البطوله دي تبقى المنافسه جديده جدا وما نعرفش النتائج لاخر لحظه، وتبقى في منتهى القوه باعظم فرق في الدوريات الافريقيه. الله يفتح عليك. لازم الدوري التونسي مثلا يدخل منه 4 فرق، لازم الدوري الجزائري يدخل منه 4 أو 3 فرق، الدوري المغربي 4 فرق، الدوري المصري 4 فرق على الأقل، الدوري الجنوب أفريقي 4 فرق على الأقل. هتبص تلاقي فيه زخم وفي مستقبل. غانا يدخل منها يعني عدد الدوريات اللي هي القوية في أفريقيا. الدوري جامد؟ بقول مثلا أنا مش يعني انت فاهم. لا في لا في اسك، في مثلا في كوت ديفوار في اسك، وفي افريقيا مش بالقوه الكافيه. لا في فرق قويه يعني، في اكتر، والقطن ومش عارف ايه، في 3 4 فرق قويه في الدوري مثلا كوت ديفوار. النادي الاهلي بطل افريقيا بنسبه كام في الميه من وجهه نظرك؟ 100% 100% الاهلي بطل افريقيا. وانا قلت كده المره اللي فاتت، قلت ان الاهلي اقوى من ال4 فرق اللي صعدوا لنصف النهائي. الاهلي اعلى منهم بمسافات. خلي بالك ده هيبقى من اعظم تصريحاتك.
افتكر بس كل انا ما يهمنيش ما يهمنيش يا كابتن، انا مش بلاغي الجمهور، انا بقول اللي انا انا بقول اللي انا الاهلي اقوى وهيكسب البطوله بسهوله. انا بشيل بتصريحك. طب اكمل. الاهلي هيكسب البطوله بسهوله بسهوله. شوف انا بقول لك بسهوله في ارض المغرب ونغمه البعض بيردد نغمه الانسحاب نغمه انا شايف انها مرفوضه. لا ينفع نادي الاهلي كقلعه رياضيه كبيره ما ينفعش ينسحب، ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش نادي كبير بحجم النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا دوله بحجم مصر ينفع يحصل فيها الكلام ده. ما فيش حاجه اسمها ننسحب، لا النادي الاهلي يشارك وان شاء الله هيكسب هناك. وانا بقول لك اهو مستوى النادي الاهلي رغم كامل الاحترام كامل الاحترام للكره المغربيه وكامل الاحترام للوداد وداد الامه، لكن انا شايف ان الاهلي اقوى منه ويقدر يكسبه في عقر داره ويكسبه كمان بسهوله. مش يعني المباراه مش هتبقى صعبه، لا هيكسبه بسهوله جدا وهيرجع بكاس الامم الافريقيه. طيب كاس الانديه. ما يخص موقف الاهلي في اللعب في المغرب، اولا انا الاول بس احب اسجل سعادتي بموقف جماهير النادي الاهلي. انا اولا كابتن سيف قبل ما كان موقف في اداره النادي الاهلي، انا سعيد جدا جدا بموقف جمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في فرقته، عنده ثقه في ادارته. امبارح الناس تفاعلت بشكل كبير جدا مع دعوه ظهرت للانسحاب. جمهور النادي الاهلي كله رغم ان هم في شويه قلق من المباراه انها في المغرب وان الجمهور الوداد هيبقى طبعا مكتسح الملعب، وفي انباء عن ان مباراه نقل من دار بيضاء للرباط ملعب مولاي عبد الله فبيتنقل من دار بيضاء للرباط عشان خاطر الامن، عايز كده الامن المغربي عشان هيبقى هناك في سيطره اكبر من ملعب مركب محمد الخامس. لكن اسعد جدا من جمهور النادي الاهلي. مفيش حاجه زي كده خالص، مش هتتنقل المباراه في العاصمه. في العاصمه كان في اقاويل بس خلاص في مركب محمد الخامس. فانا بقول لحضرتك انا كنت سعيد جدا جدا موقف جمهور النادي الاهلي الرافض لفكره الانسحاب تماما. النادي الاهلي رغم كل الظروف دي بيدعم الفرقه بشكل كبير جدا، عنده ثقه كبيره جدا ان فرقته تقدر تكسب البطوله في المغرب ان شاء الله باذن الله. اداره النادي الاهلي يعني اتحركت بشكل احترافي بشكل كبير جدا احترافي، عملت كل الخطوات الايجابيه اللي تحفظ حقوق النادي الاهلي. واعتقد ان النادي الاهلي حتى ان شاء الله باذن الله لو قدر لي ان شاء الله ان كسب البطوله باذن الله القضيه مش هتنتهي، والنادي الاهلي هيحارب على موقفه للنهايه حتى لو كسب البطوله. يعني النادي الاهلي اعتقد اداره النادي الاهلي حتى ان شاء الله باذن الله اللي هو هيتحارب يعني ان النادي الاهلي مش هيسمح او هيوجه انذار للاتحاد. السنه الجايه هتبقى رايح جاي كدا. ان الامور لازم تتغير. ممكن اتكلم في الموضوع ده بعد اذن حضرتك. اتفضل. في مساله ملعب النهائي النادي الاهلي ونادي الزمالك عندهم خطا كبير جدا. واتحاد الكره المصري عنده خطا اكبر منهم. تمام. لان الاتحاد الافريقي بعت يوم 19 يناير جواب للاتحادات ال 54 اتحاد الاهلي التابعين للاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي الكاف بيخاطب الاتحادات الاهليه، فخاطب الاتحادات الاهليه ان عنده 7 بطولات مين اللي عايز ينظمهم في الاتحادات يبعت لنا وحدد ديدلاين ميعاد للتقديم ميعاد نهائي. تمام. الجواب ده قيل ان اتحاد الكره بعته للاهلي وللزمالك والبيراميدز المشاركين والمصري، رد بيراميدز بس، لا الاهلي رد ولا الزمالك رد، وبالتالي اتحاد الكره ما بعتش لاستضافه المباراه، بعت لاستضافه الكونفدراليه ما بعتش استضافه دوري الابطال. فبالتالي احنا عندنا خطا زي طبعا. يعني لازم نبقى معترفين احنا عندنا خطا زي بالظبط. انا طالب ما دخلتش الامتحان ما دخلتش اساسا الامتحان فسقط، اول ما طلعت النتيجه معترض ان ازاي سقط. طب انا ما دخلتش الامتحان اصلا، هو عايز اعيد الامتحان انا ما دخلتش الامتحان من اساسه. عايز اسال حضرتك سؤال. انا بعت لك في شهر واحد، خلينا نمشي معاك واحده واحده في الاتحاد الافريقي، بس بعت لك في شهر واحد والمجاميع لسه شغاله والدنيا واسعه، حضرتك هتختار المغرب او السنغال او هتصوت او هتعمل اي حاجه صح؟ انا ما لسه ما كملتش على فكره. اتفضل. انا ما قلتش بقيت الموضوع. احنا عندنا 2 خطا من الاهلي والزمالك المشاركين في دوري الابطال، كان المفروض يبعتوا للاتحاد الافريقي عشان الاتحاد المصري عشان يلزموه. تمام. والاتحاد المصري عنده الخطا الثاني اللي هو لازم كان يبعت للاتحاد الافريقي ويحجز حتى لو احنا موجودين او مش موجودين. الاتحاد الافريقي انا بكلمك على دلوقتي على خطا. خلاص تمام. ارجع للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ما عندوش خطا في ان خلاص هو تلقى تلقى خلاص مين عايز ينظم ومين مش عايز ينظم. تمام. خطا الاتحاد الافريقي الوحيد من وجهه نظري توقيت الاعلان، كان المفروض
قبلها، انت بعت في 19 يناير من بدري. من بدري من بدري, من بدري. انت بعت في 19 يناير للدول ابعتوا لي اللي عايز يستضيف. طب ما بعدها باسبوع اسبوعين تعلن على طول بالزبط. ان الكونفدراليه في الحته ودوري الابطال في الحته ودافع حتى السبع بطولات اللي هو طلبهم منهم بطوله امم افريقيا للسيدات ومنهم مش عارف يعني بطولات كتير بطوله تحت 23 سنه سبع حاجات الجواب فيه سبع بطولات فانت سبع ايفنتات مطلوب ان الناس تستضيفهم خلاص اعلن ده بعدها باسبوعين ثلاثه لكن خطا للاتحاد الافريقي ان اعلن ده بعد ما خلاص وضحت الرؤيه ان غالبا النهائي اهلي وداد فده دي خطا ده خطا للاتحاد الافريقي طبعا لكن لو اعلن من بدري كان الدنيا ارتاحت انا شايف ان احنا فقدنا كتير جدا دورنا داخل الاتحاد الافريقي بجد احنا وضعنا بقى صعب جدا داخل الاتحاد الافريقي احنا يعني نملك ولا نحكم زي ما بيقولوا احنا عندنا دوره المقر احنا دوره المقر لكن للاسف الشديد احنا بقى لنا مش مطلوب ان احنا لا ما اقصدش يعني اصلا مالكش حد جوه يعني ما كانش الكاف ده كان فتره من فترات كان كل العاملين فيه مصريين عارف لو كنا لسه احنا نمتلك عدد كبير من الشخصيات داخل الاتحاد الافريقي كان ممكن واحد ينبهنا لخطا زي كده صح يا عمرو لا يعني كان ممكن واحد ينبه الاتحاد يعني خلي بالكم ده في كذا اتبعت في معاد كذا لكن احنا دلوقتي خلاص ما بنش موجودين عكس مثلا المغرب كل الناس عارفه ان المغرب دلوقتي هي صاحبه الـ السلطه الاقوى في داخل الاتحاد الافريقي شفنا المغرب ازاي بتعمل كل حاجه يعني احنا دلوقتي بنعرف الحكام من عن طريق الصحافه المغربيه بنعرف مواعيد المباريات عن طريق الصحافه المغربيه بنعرف كل حاجه عن طريق الصحافه المغربيه وده شيء يحسب للصحافه المغربيه يعني بصراحه يعني لكن انا شايف ان احنا فقدنا دورنا داخل الاتحاد الافريقي وعلينا ان احنا نعيد النظر مره ثانيه احنا مش معقوله ابدا نبقى عندنا المقر موجود في القاهره وحاربنا عشان ما نروحش بره القاهره لكن من جوه ما عندناش احنا في الكواليس صفر احنا دلوقتي جوه الكواليس ما عندناش اي حد خالص كل الراجل جه احمد جه غير كل الناس جاب ناس رجالته وكان وقتها النفوذ كله رايح لدول شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر بعد كده جه متسبي راح جايب كل الناس حتى يمكن لو شفت حضرتك المتحدث الاعلامي انت ايه رايك في متسبي بصفه عامه والله انا كنت اامل ان هو لما ان هو رجل اعمال كبير جدا وراجل غني جدا جدا مش هيروح للفساد يعني مش هيروح للفساد المالي يعني راجل غني جدا 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 ملياردير او ملتي ملياردير زي ما بيقولوا وشفناه ان هو امتلك حكمت عليه ليه بالفساد هو لا يعني لما يكون واحد جاي غني شبعان الراجل عمل ايه في دي لا انا يعني لكن شايفه لحد دلوقتي لا ضعيف جدا انا شايف ان فكره الاستاذ علاء اللي بيتكلم فيها دي فكرة غلط جدا مفيش حاجة اسمها ان الاتحاد الافريقي عشان على ارضي انا مسيطر عليه لا مش مسيطر عليه عمرو بس ما تكونش انت مجوف مفيش حاجة اسمها ان انا سيطر عليه واصلي لازم ابقى عارف المعلومات الموظفين الموضوع مش كده خالص الموضوع العلاقة بيننا ما بين الاتحاد او الاتحادات هي علاقة قايمة على لوائح واسس بس في قوانين ولوائح بتحكمنا لان انا برضو مش عشان انا دولة المقر يعني مثلا اظلم المغرب ولا الجزائر مش هتظلم يعني. طيب. لا مرفوض حتى الصحافه المغربيه انها تعرف مرفوض صح. كل الناس لازم تعرف في قوانين ولوائح لازم العمالة تدار باحترافيه كله يحترم القوانين واللوائح رايك في مباراه الزمالك وامتى يعني كابتن سيف يعني انت حضرتك بتوقفني لا يا عمرو اول ما اجي اسخن يعني احنا يا عمرو حكايه التصويت ومش التصويت وان السنغال انسحبت وان شافنا نيجيريا الشروط لا ازاي الناس كلها تعرفها وانت اخر من يعلم ازاي انت اخر من يعلم يعني ازاي دي مش دي حاجات مش معلنه لا 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 يا كابتن سيف لا 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 حضرتك لو بتتابع هتلاقي الاعلام الاعلام بيبقى عارف القرار قبل ما يطلع ماشي دي وجهه نظر مش ورا الجمهور لا مش جمهور والله رايك في ماتش الزمالك وامبي مباراه الزمالك وامبي كانت مباراه مهمه جدا جدا للزمالك في بطوله الدوري في مشواره في الدوري خصوصا ان الزمالك اخفق في بطولة دوري الأبطال الإفريقي بشكل غير مقبول لدى جماهيره فبالتالي كان مفروض على هؤلاء اللاعبين أنهم يعوضوا في البطولات المحلية المتبقية فالبطولة المحلية الرئيسية أو الكبيرة هي بطولة الدوري البطولة يعني إيه أخفق بشكل غير معقول؟ أفندم؟ يعني إيه أخفق بشكل غير معقول؟ الزمالك أخفق في بطولة افريقيا بشكل غير مقبول بقول غير مقبول بشكل غير مقبول ما ينفعش غير مقبول لجماهيره ان الزمالك يخسر دوري المجموعات بالشكل اللي خسره
معلش ما ينفعش فريق بحجم نادي الزمالك وبقوة نادي الزمالك وبتاريخ نادي الزمالك وبعراقته في بطولة أفريقيا إنه ما يحققش فوز واحد في دوري المجموعات. ما ينفعش ما ينفعش، غير مقبول. فبالتالي على لعيبته دول النجوم الفريق كان لازم يعوضوا، أو ده المأمول منهم التعويض في البطولات المحلية. انت عشان تعوض في البطولات المحلية ما ينفعش، مع كامل احترامي غير مقبول لدى جماهير نادي الزمالك، ان تيجي تقول اصل انا عقدي ما منتهي ومش عارف اجدد، او اصل انا ما مش عارف ما خدتش مستحقاتي. غير مقبول، غير مقبول عند جماهير الزمالك. انت مهما يعني نادي الزمالك في النهاية قلعة رياضية كبيرة، لا ضيع حقوق حد. يعني انت شايف القضايا اللي على نادي الزمالك، الناس بتاخد فلوسها في النهاية، ما فيش حد هيضيع مستحقاته. اللي ليه عند الزمالك بياخده، اللي ليه هياخده ايا كان هو، حتى لو اتاخر شويه لكن هتاخد فلوسك. محدش ما سمعناش عن حد ما خدش فلوسه من الزمالك او ضاعت فلوسه، لا بتاخد فلوسك، فبالتالي انت هتاخد مستحقاتك. فكمان عليك جزء اللي عليك انك في الملعب تبذل اقصى مجهود تدافع عن فلنه نادي الزمالك بقوه، وغير مسموح وغير مقبول انك تعمل نتائج مترديه في الدوري. ما ينفعش، لان انت بطل الدوري حاليا، انت حامل اللقب، لازم تدافع عن لقبك. ايه الاسباب اللي حصلت في مباراه انبي؟ اسباب غير منطقيه. انا مش لاقي اسباب، انا مش شايف اي اسباب غير ان في نوع من التكاسل في الملعب. ده اللي انا شفته بعيني، يعني في تكاسل في الملعب، اللعيبه ما بتبذلش المجهود اللي مطلوب منها. لا اعتقد ان فيريرا المدير الفني الكبير ده قال لهم الكلام ده. في لعيبه النادي الزمالك لما بيمسك كوره كابتن سيف، اللعيبه ما بتتحركش، ما حدش بياخد اماكن. انت معروف ان اللاعب حركته من غير كوره اهم من حركته بالكوره، اهم من اللي معاه كوره. لازم بتفتح اماكن، بتفتح ثغرات في دفاع المنافس، بتفتح على الوينجين، بتعمل مش عارف ايه. الحركه بدون كوره اهم بكتير في كره القدم من الحركه من اللي معاه كوره. احنا بنشوف اللي معاه كوره، اللي عدت من وراه كوره كان يبص عليها ويتكاسل ان يجري على الكوره. فاداء ما كانش يليق بنجوم نادي الزمالك وبحجم النجوميه اللي في نادي الزمالك واللعيبه الاسماء الكبيره دي المحترمه. لا، الاداء او الخساره 2-0 من انبي كانت فجعه كبرى لجماهير نادي الزمالك، وغير مقبوله بالمره، خصوصا بعد سلسله اداء في دوري الابطال، سلسله اداء بمستوى هابط وخروج بشكل غير لائق لنادي الزمالك. فما ينفعش، لازم تعوض في البطولات الثانيه. ما ينفعش، لازم تبقى في روح قتاليه، اللي هي غابت تماما في مباراه انبي، غابت تماما الروح القتاليه. ما ينفعش ما تبقاش في روح قتاليه في الملعب في كل مباراه بطوله الدوري، في كل مباراه كاس مصر السابقه وكاس مصر اللاحقه. الاثنين لازم يبقى نادي الزمالك، لازم لعيبه الزمالك تبقى فاهمه ان انا لازم اقتل نفسي، اقاتل على البطولات دي، عشان ده اللي يصالح بيه جماهير الزمالك، ومش تصالح بيه جماهير الزمالك فقط، انت كمان بتعلي قيمتك السوقيه. انا مش عارف اللاعب المصري بيتكاسل ازاي، قيمتك السوقيه بتعلى. محمد صلاح قيمته السوقيه بتعلى ازاي؟ بيموت. بتحس ان محمد صلاح مولود في ليفربول، لاعب بيقاتل طول الماتش زي كل اللعيبه الاوروبيه، يعني مع الفارق طبعا. لكن انت كلاعب مصري لازم تقاتل، لازم يعني تبذل اقصى مجهود في الملعب علشان تحقق البطولات. انا كان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا جدا، يعني مفاجاه ما كنتش اتوقعها على الاطلاق. طبعا اولا انا بحيي فريق انبي والكابتن حلمي طولان، فكره التجربه اللي هم عاملينها، تجربه الدفع من الناشئين دي، تجربه الدفع في الناشئين دي تجربه رائعه جدا، واستغربت جدا ان هو يدفع قدام نادي الزمالك بهذا العدد الكبير من الناشئين، وعملوا مباراه تاريخيه. ايبوكا واحد قدم نفسه، واحد من افضل اللاعبين المحترفين. ايبوكا ناشئ صح؟ لا يعني انا بتكلم عن المهاجم الافريقي. دي حاجة. انا التجربه بتاعت ال 27 دي بشكر عليها كابتن حلمي طولان. وايبوكا قدم نفسه ان هو واحد من افضل المهاجمين. مش عايز الخبطك. لا خالص. لكن طبعا انا كنت فاكر ان الزمالك بعد الاخفاق الافريقي الكبير ده والضغط اللي حصل على نادي الزمالك، كنت فاكر ان الزمالك هيكون مركز اكتر. بس ادى كويس في الدوري المباراه اللي فاتت. ماشي يعني كابتن سيف، احنا كنا يعني الجمهور ما كانش بيلتمس العذر ان النادي الاهلي بيلعب بطولتين مع بعض. يعني النادي الاهلي ما بيلعب دوري ابطال افريقيا وعامل انتصارات ونجاحات، وكان بيتعصر في الدوري مباراه واحده، ما كانش حد بيلتمس العذر للنادي الاهلي، والناس كانت بتطلع تهاجم النادي الاهلي رغم ان هو كان بيلعب على بطولتين. فما بالك فريق زي الزمالك. فعلا الدوري بالنسبه يعني جمهور الزمالك بالنسبه لهم بطوله الدوري دي يعني شيء مقدس، او طبعا مهمه جدا. يعني
مفيش، هو ده البطوله الوحيده اللي باقيه لهم. مع احترام الكاس مصر، لكن بطوله الدوري اللي هي حاجه ثانيه جدا. انا كنت متوقع ان لعيبه النادي الزمالك هتحافظ على تركيزها اكتر من كده، هتحارب على البطوله بشكل افضل من كده، لكن مباراه انبي بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي، والمفاجاه الاكبر القسوه الاعلاميه. انا كنت تابعت ردود افعال الاعلام الزملكاوي، كان في قسوه شديده جدا في التعامل مع لعيبه النادي الزمالك. انت كنت لسه بتقول عليهم في شهر رمضان كنت بتشيدوا بيهم بشكل كبير جدا، لان هم كان ادائهم جيد. الاعلام بينقل صوره في الاخر، بس كان بيشيد بيهم لان كانوا يعني كان لما توصل يعني انا يعني مش عمرو طبعا، مش عمرو يعني، لكن في بعض الناس شفته في برنامج معين كانوا بيهينوا لعيبه الزمالك، وفي يعني البعض كان بيطالب ان لعيبه الزمالك سبعه منهم يرحلوا من النادي يعني، وكانوا بيقولوا بالاسماء. لا ده يعني غير مقبول اهانات. لا طبعا، بس انت في الاخر اما بتادي مباراه كده وجمهورك خلاص وصل لمرحله انت ابتديت تفوق والامور ماشيه تبقى زعلان. فانا بس بقول بصراحه النتيجه كانت مفاجأة كبيرة جدا. يعني أنا يمكن لما كنت بره وتابعت الشوط الأول خلص 1-0 لإنبي، وبعد كده رحت البيت وحضرت الشوط الثاني ولقيت إنبي جاب جون ثاني، وبعد كده جون ثاني اتلغى، وبعد كده عرفت إن في جون في لا إزاي الزمالك يخش في أربع أجوان بغض النظر التسلل مش تسلل، لكن كان واضح إن في أزمة دفاعية كبيرة جدا عند الزمالك. كان في هجوم على أبو جبل بشكل كبير جدا، مش عارف حتى أبو جبل يسأل؟ بحد كبير جدا. أستاذ عمرو أبو جبل يسأل؟ لا أبو جبل أبو يعني الهدفين اللي دخلوا أبو جبل لا يسأل عنهم. جمهور الزمالك قاسي على أبو جبل في الفترة الأخيرة، مش قبل لكن مش أبو جبل بس، كمان وفي بعض معظم محمود علي بس محمود علي بتك... كتير كبيرة جدا، بس أبو جبل واخد الحمل الأكتر. بس أنا بقول لحضرتك الهدفين لا يسأل عنهم أبو جبل. الهدف الأولاني يسأل عنه الونش، لأنه هو اللي طلع كرة غلط، فبالتالي انت انا حارس مرمى وبيشوف من جنبي بالزبط. يعني صعب هو يمكن شويه تعليق. والهدف الثاني اللي هو الملغي، الهدف الثالث والهدف الثاني الحيطه اللي اتلغى ده، هو ده كان طريقه خروجه دي خليته طبعا طريقه خروجه بغض النظر عن الهدف تسلل. بس هو ابو جبل الهدف الاول كان امكانياته افضل من كده طبعا، يعني الهدف الاول هو يتحمل مسؤوليته بالكامل، لكن انت ما بتقولش طب وهدف الشناوي امبارح. هو انا دلوقتي سالتك عشان طب قول لي انا بسالك يعني واحده بس. الفوكس دي واحده بس. لو سمعت هو انا جيت لك هو انا سالتك عشان انا بسالك سؤال عشان انا كنت بتكلم على دوري الابطال بتدخل لي الاهلي فنية انا بدخل لك الشناوي مش تدخل لي ما انا بتكلم على دوري الابطال انت قلت لي الاهلي. استاذ عمرو يا استاذ عمرو احنا علاقه يا فندم علاقه طرديه. استاذ عمرو يا استاذ عمرو هيجي لنا وقت نتكلم على ابو جبل، هيجي لنا وقت نتكلم على الشناوي، واحنا هدفنا ايه؟ الاصلاح. الله هو الله. حارس كبير ومكانات كبيره، ممكن النهارده نقول ان ده يسال ده ما يسالش، ده كان كويس ده غير موافق. طب انا بسال لحضرتك يسال ولا ما يسالش على الهدف؟ اما يسال المشكله يعني هو يعني ايه القصه يعني محارس مرمى يخطا مره؟ ما فيش مشكله لازم يخطا بالعكس. انا مع ان اي حارس مرمى يخطا. اصل حضرتك في نقطه طبيعي مش من امكانيات وقوه حارس المرمى خدت بال حضرتك ننتقده يعني ايه؟ يعني لو امكانياته كبيره جدا فهدف نقول لا المفروض ما يخرجش كده، المفروض ان هو كان يخرج بشكل غير كده ويقفل الزاويه بشكل غير كده. محمود علاء كان المفروض يغطي بشكل غير كده. مظبوط ده الهدف كبار غير كده ممكن الراجل عامل مباراه كويسه مثلا طبعا لكن انت عايز ايه تدي ده لا وده من غير ما تشوف. فاهم قصدي؟ انا عارف كابتن، انا مش عارف الكابتن سيف امبارح مش عارف الكابتن طارق سليمان. الكابتن طارق سليمان قال لك ان يعني الراجل كان بيقول له ان كابتن طارق سليمان قال ان الشناوي اتحمل جزء من مصيدة الهدف الثاني اللي اترحل غلط او مفيش مشكله يعني مفيش مشاكل يعني ما بس هو شرط انت تبقى في حته ثانيه مفيش مشكله لا ممكن تبقى في حته ثانيه دي مفيش مشكله لا في فرق هي دي مفيهاش مشكله. عمرو في فرق بين خطا لحارس كبير وفي فرق تراجع مستوى حارس كبير. هو دي الفكره ان الشناوي خطا عليك. الله عليك وفي فرق تراجع بس طلعني فاصل بقى طلعني فاصل ايه بقى الفرق؟ نطلع فاصل ونرجع بقى الفاصل نكمل حديث عايز اعرف الفرق بغض النظر هو مش عارف عايز يعرف الفرق هو عارف بس بعد الفاصل. نرجع بقى تاني على الدوري المصري ونكمل مباراه. اتكلمنا على مباراه الزمالك وانبي، مباراه الاهلي والبنك الاهلي. يعني الاهلي طبعا عنده ثلاث مباريات قبل مباراه وفاق الصيف، يعني انت عارف مباراه وفاق الصيف بقالها 15 يوم، اسف نهائي دوري ابطال مع الوداد بقالها 15 يوم، فالاهلي هيلعب ثلاث مباريات في الدوري. فطبعا انا قلقان جدا على ثلاث مباريات دول. انت عارف دلوقتي يمكن امبارح كنت بتلاحظ ان كان اهم حاجه كان بالنسبه للموسيمين في مباراه امبارح كان اهم حاجه ان لعيبه النادي الاهلي كان في حاجتين حريصين عليهم، ان هو لا يصاب ولا حد يطرد. فطبعا وشفنا امبارح ازاي ديانج كان الراجل كان عايز يغيره او غيره بسرعه لما شكى من اصابه، لكن انا قلقان جدا على النادي الاهلي في ثلاث مباريات دول.
وبطالب وطبعا انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي هتخش ثلاث مباريات هتلعبهم هيكون هدفهم الاول السلامه ان هم يخرجوا المباراه ازاي يخرجوا من كل مباراه سالمين عشان يلحقوا المباراه النهائيه وده شيء مهم جدا ده ممكن شويه يعمل هزه في نتائج النادي الاهلي في ثلاث مباريات انا يعني حاسس النادي الاهلي هيكون تركيزه مش هيكون بالشكل الكبير جدا لكن طبعا النادي الاهلي بيقاتل على كل حاجه في وقت واحد يعني ايه السؤال بقى انت كنت نايم طيب صحيت على بعض صح لا بينايمني بصراحه بيقعد يتكلم كتير قوي بيقول حاجات كده بيتوهني بتوه بالله العظيم فانا تهت منه سامر انت اجبت السؤال بتبقى مأجر مده والله العظيم ده باخد النادي الاهلي والمباراه القادمه بس النادي الاهلي دول لعيبه محترفين مع كامل الاحترام اهلي زمالك اي حد دول لعيبه محترفين عليهم انهم يلعبوا كل المباراه بنفس القوه وما فيش حاجه اسمها افكر اصل عشان افريقيا فانا اصلي بوفر نفسي وخايف على مستواي لا انت لاعب محترف لازم تلعب بنفس القوه محلي افريقي زي ما بنشوف في الدوريات الاوروبيه اللي احنا بعاد عنها بنشوف محمد صلاح بيلعب ثلاث وحد ما شفناش حد اشتكى الناس بتلعب مباراه متواليه في الدوريات الاوروبيه كابتن سيف ما حدش بيشتكي وبيلعبوا بنفس القوه اجانا قرن اوروبا يقول لك ايه اللي جابنا احنا لاوروبا يجي هو يقارن باوروبا لا انا بكلمك يقول لك هم كوره ولا كوره يعني اشمعنى دلوقتي يقارن باوروبا انا بقول لك اوروبا اللي احنا مش قدهم بقول طب ما تقارنش بيهم طب احنا مش قدهم يعني رايي ان النادي الاهلي الثلاث مباريات يلعبهم عادي بقوه بنفس المستوى ما هيعمل كده لانه يا كابتن سيف انا بطمنك هو بيقول انت مش قلقان هو بيقول حاجه هو وجهه نظر انا بقول له لا لكن انا بقول لك لا انت لا احنا الاهلي الزمالك الانديه اللي في الدوري المصري متعاقده مع لعيبه على مستوى عالي ومحترفين يا عمرو مش ممكن فلوس. يا عمرو انا عايز مستحيل تأدي. مستحيل تخلي لعيب بتاع النادي الاهلي يلعب في ماتش ايستر كومباني او امبي او بتاعه مستحيل وتخرج منه دوري نهائي دوري ابطال افريقيا ازاي يعني بس هو لاخد ده بده لازم لا لاخد ده بده لا اللاعب المحترف غصب عنه يا كابتن سيف مستحيل يا كابتن يعني سيف اللاعب الكبير مطلوب اللاعب الكبير مطلوب منه يفصل ده المطلوب انا دلوقتي بلعب دوري هلعب دوري مفيش لعيب ابدا هيلعب ويبقى عارف ان ده اخر ماتش في الدوري والماتش الجاي نهائي دوري ابطال افريقيا وتلاقيه هيديك 100% في المباراه دي مستحيل بص يا كابتن سيف اللي بيقوله علاء ده هو سبب تاخر الكره المصريه سبب تراجع الكره المصريه اللي هو ايه بندي اعذار اللي هو إيه؟ اصل مجهدين يا عيني مش قادرين مجهدين ايه طب وهو في لاعب من دول يعني مع كامل احترامي ليهم يعني بيجهد لما بياخد فلوس ما بيجهدش بياخد فلوس فانت بتاخد فلوس بتلعب انت محترف العب شغلتك هو انت عندك شغله تاني غير الكوره هي دي بس شغلتك اتمرن بقوه العب بقوه لان كره القدم لعبه قويه عايزه لعيبه جسوره تلعب باقصى جهد عندها وتطور مستواها دايما ده اللي احنا عايزينه عشان نطور كره القدم المصريه لازم الناس تلعب وتلعب بقوه ما تقعدش الشماعات تتعلق شماعات اصل مجهد انا ما بتكلمش عليك بتكلم بشكل عام فضل. اصل مجهد انا بتكلم بشكل عام على فكره اصلي مجهدين اصلي مش قادرين اصلي مش قادر يركز في بطولتين طب ما الناس كلها مركزه في بطولتين طب ما الكره في العالم كده ما بياخد الاهلي كل بطولات مع بعض يا فندم بتتكلم بشكل عام ايوه انا عارف نسبه الاهلي ولا الزمالك لا انا بقول لك يعني عندنا مثال عندنا نموذج رائع للنادي الاهلي انا بتكلم بشكل عام اتفضل يا علاء تطوير الكره المصريه محتاجه كده ما نقعدش نقول اعذار احنا عايزين الناس تلعب وتأدي بنفس القوه يوفنتوس خسران كل بطولاته في الدوري الايطالي كل البطولات خسرانها وخسران النهائي يعني قدام ميلان شفنا النهائي كلنا ميلان يوفنتوس مش موجود خسر اربع بطولات تخيل يوفنتوس يخسر اربع بطولات طيب في موسم واحد يعني عادي يعني بس هو نص عمري بيتكلم كلام الرياضه كده اخسر وقت السؤال دول برضه لعيبه محترفين المهم ان ادي مش ان ايوه عمرو السؤال التالي رمضان صبحي هل ممكن ينتقل للزمالك يشرف الزمالك طبعا لعيب كبير اي نادي يتمنى ان رمضان صبحي يلعب عنده لا انا بقول انها هي صفقه ممكن تتم اكمل كلامي اي نادي يعني يتمنى ان رمضان صبحي يبقى معاه رمضان صبحي لعيب كبير خامه كويسه جدا موهبه ممتازه جدا في الكره المصريه يضيف طبعا لنادي الزمالك لو جه لكن انا وجهه نظري ان صعب ان رمضان صبحي ينتقل للزمالك ويمكن انا قريت تصريح طريف جدا جدا للكابتن اكرامي الكبير بيقول ان رمضان صبحي لو انتقل للزمالك انا هخطف ابنه يعني حفيده نعم حفيده يعني ابن رمضان يعني ابن رمضان يعني هو الكابتن اكرامي بيقول هخطف ابنه على ابن حفيده رمضان يخطف حفيده يعني ف يعني
ده معناه معنى التصريح انه في نوع من الرفض يعني اسريا يعني. فاعتقد ان في صعوبه ان رمضان ينتقل للزمالك، لكن لو انتقل للزمالك هو لعيب كبير جدا وهتبقى صفقه كبيره جدا وصفقه مهمه جدا. انت خدت تصريح كابتن اكرامي في الموضوع ان في نوع من الرفض. يا عم انا هو قال كده، هو كان في نوع من القبول في الانتقال الاول؟ لا مش فاهم. لما راح بيراميدز اكيد الكابتن اكرامي كان رافض برضه، بس يعني اقصد في فرق كبير جدا. لا بس ثانيه واحده بس يا كابتن سيف، عشان انت فتحت الموضوع يبقى تسيبني. انا انت اللي فتحت. انت في فرق، قلت واضح ان هنا في حاله رفض، فقلت لك طب المره في فرق الأولى. في فرق كبير جدا ما بين انتقال رمضان صبحي من الاهلي لبيراميدز ممكن تبقى مقبوله عند الناس، لكن ان انتقاله للزمالك لا، دي هتولع الدنيا. يعني فيها ده الزمالك مش اي نادي. رمضان صبحي لما يلعب في الزمالك ده حاجه كبيره مش حاجه صغيره. طب هو انتقال الاول كان الكابتن اكرامي رافض ولا قابل؟ لا اساله انت يا كابتن. لا انا بسال حضرتك انت، انت ناقد رياضي كبير. يعني اعتقادي الشخصي ان كان رافض. هو تصريحه الرسمي ان ما كانش يعرف. دي هو اكد عليها اكتر من مره، اكد عليها اكتر من مره، لكن انا باكد زي عمرو باكد. صعب جدا رمضان صبحي ينتقل للزمالك الموسم الجاي ده، واعتقد بيراميدز مش هيسيبه. يعني حتى لو هو لسه عاد ممتد مع بيراميدز، لكن صعب جدا ان بيراميدز يسيبه، والاصعب ان هو يروح للزمالك. اعتقد رمضان مش هيخطا الخطا ده مرتين. يعني هو يخطا ايه ده؟ لا يعني ده هيصحح نفسه لو راح. لا يعني اقصد يعني مش يعني مش هيعمل خلاف مع مش هيعمل خلاف تاني يعني مش كمان مش هيزود الخلاف تاني. طبعا ده احتراف طبعا، وانا الاحتراف ده عادي جدا، ممكن يروح من اي نادي النادي. وانت قلت يا عمرو لو بن شرقي راح الاهلي مفيش مشكله، فانا شايف مش لكن انا شايف ان الاجواء كلها تقول لا، صعب رمضان صبحي يروح النادي. طب انا مختلف معاكم انتوا الاثنين، انا بقى الكوره علمتني حاجه تانية، ان كل حاجه ورده طبعا. ورد طبعا. وما يخص الفلوس، الصفقات الكبيره مرتضى منصور بيوجدها وبيقدر ان هو يلم فلوس. كان في حاجه ثانيه على فكره، طبعا ممكن ينتقل، وطبعا بس القرار مش قرار مرتضى منصور، قرار من الاثنين. القرار الصعب هو الانتقال الاول طبعا. اللي ساعد القرار ده ان كان في ديل مختلف بالظبط، في عرض مختلف. اذا نتعلم الدرس ده، نقول طب بالمناسبه ان العروض خلينا نخلص بمناسبه كلامك برضه، هو بس لازم تسمعني. لا معلش، دقيقه واحده بس، لازم اضيف. العروض هي اللي تؤثر في التفكير، احنا في عالم الاحتراف تمام، العروض بتؤثر في التفكير. الاحتراف حاجه، لكن في امور اسريه، شفنا فايلر وشفنا مدربين كتير جدا بتسيب انديتها. لا اقصد حاجه اسريه. دي حاجه ودي حاجه. استاذ علاء اتعلمنا مؤخرا ان الكوره صناعه واحتراف، لا يوجد عاطفه. معلش، كل احترام لكل الجميع، لكل الانديه وكل اللاعبين، وكل واحد من حقه يفكر في مستقبله. طبعا اكيد طبعا. حضرتك ما تقوليش الانتقال ده مختلف. صحيح. الانتقال ده في التوقيت ده كان صعب جدا 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 طبعا جدا طبعا. ومع هذا تم حصل. تم ليه؟ لوجود عرض كبير تمام. لما جينا على موضوع عبد الله السعيد وقفنا كلنا وقلنا ايه؟ عبد الله مستحيل، الاهلي للزمالك. خلصت الصفقه. ممكن اقول حاجه؟ خلصت الصفقه ليه؟ بالفلوس. عايز اقول حاجه عشان الكاش طلع. لا 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 لا، فاهم قصدي؟ انا عايز اقول حاجه بس، مع فكل حاجه في الدنيا ورده. عايز اقول حاجه، مع مرتضى منصور ما تقدرش تغمض عينيك. طب ما انا اللي قلت هو كمل. انت ركبت المصلحه معايا بص، يعني انت جاي تركب معايا المصلحه؟ لو كمل. لا انت قلت لا. عايز اكمل. لا مش هخليك. انت قلت مستحيل. خلاص ما قلتش مستحيل. انت قلت مش قلت مستحيل، قلت الكابتن اكرامي رفض. وانا اللي قلت لك لا، كل حاجه بقول اكرامي رفض، بقول صعبه، ما قلتش مستحيل. انا ما قلتش بقى صعب، ما تتكلمش بقى. انتوا مين؟ في فرق بين صعبه ومستحيل. خش على بعضك يا استاذ عمرو، خش على بعض. استاذ عمرو عايز اقول بس على راي الفنان احمد العوضي. فاكر قال ايه؟ مين؟ الفنان احمد العوضي في مسلسل؟ لا تفتكرش؟ ما تركبش سلام مش سلام. بص يا كابتن سيف، بجد مع مرتضى منصور مفيش مستحيل. ليه؟ انا برضه ليه؟ هقول لك ليه. عشان صفقه عبد الله السعيد اللي خده من جوه النادي. الله ما كمل. طيب كلامي، انت ما بتحبش تسمعني لاخر الجمله. نقول لكم الكلام ونحفظه لكم تقولوا دي وجهه نظرنا احنا. لا اله الا الله. اتفضل ماشي يا كابتن سيف. صفقه عبد الله السعيد ما كانش حد يقدر يتصورها، ومع هذا عبد الله السعيد وقع للزمالك وانتقل بالفعل للزمالك، وحصلت كلنا عارفين الاحداث اللي حصلت. صح. ورجع تاني للنادي الاهلي وراح بيراميدز. في النهايه عايز اقول لك ان في عالم الاحتراف زي ما حضرتك بتقول مفيش مستحيل. استاذ عمرو، لكن انا الراي اللي كنت بقوله، انا بقيت كلامك في حالتين حصلوا ما كانش يحصلوا، انتقال عبد الله السعيد
وخد صفقة مفاجأة وانتقال كهربا من الزمالك الأهلي وكانت مفاجأة، دي حاجات ما تحصلش. لا امتى؟ لا لا امتى؟ كهربا موضوع تاني، ده هروب. صفقة كهربا ده هروب موضوع تاني. كهربا لا لا ماشي 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 الاثنين. لا كهربا ده هروب موضوع تاني. يا 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 موضوع تاني. يا عمرو صالح المهم في النهاية، في النهاية إن هي عروض. أنت حضرتك النهاردة أنا بقدم عرض، العرض ده هيبقى هتبقى القصة إيه؟ العرض ده هيبقى الموضوع إيه؟ خدت بال حضرتك؟ لا ده انا مع احترامي، انا النهارده رمضان لما يجي النهارده يقول ايه؟ انا بنتقل النهارده لبيراميدز، هي النهارده كده اكيد كانت الخطوه الاصعب طبعا، بيسيب النادي الاهلي، بيسيب جمهور الاهلي، بيسيب حاجات كتير، فاكيد الولد كان عنده حسبه امور ماديه او عروض ماديه. مزبوط. العروض الماديه بتخليك في التفكير الامور تختلف معاك كتير، خصوصا ان الارقام دلوقتي بقينا بنسمع ارقام ما بقيناش عارفين اولها من اخرها. زمان كان في سقف للرقم، دلوقتي الخمسه بقى 25 والعشرة بقى 35، فالامور النهارده صفقه هالاند من بروسيا دورتموند لمانشستر سيتي، شوف الصفقه عامله ازاي والارقام عامله ازاي والشرط الجزائي 250 مليون دولار. لا حاجات ابو جبل مكمل في الزمالك، ابو جبل عايز يكمل في الزمالك، ومعلوماتي ان هو بيتراجع وعايز يعني دلوقتي هو بيتحايل ان يقعد في الزمالك، لكن الزمالك لسه طبعا زي ما قلنا لسه عنده موقفه ان بيفكر بعد نهايه الموسم. الزمالك خلص حارس مرمى في الدوري المصري. طيب انا بقول لك بيفكر في نهايه الموسم. لا هو حاليا خلص حارس مرمى في الدوري المصري، مضى حد يعني. الزمالك مضى ناس كتير يعني. زعلق. لا ما اعرفش، ما عنديش معلومه. ما عنديش معلومه. إن رايك الافضل ليه ايه؟ الافضل ليه يستمر طبعا. طبعا يستمر، هيروح فين يعني؟ هيروح دوري، يروح دوري الخليج اعتقد هيبقى صعب جدا بالنسبه له، انه لو راح دوري الخليج قعد موسم يتم هيرجع مصر مش هيلاقي مكان. شريف اكرامي عنده فرصه كبيره في المنتخب. انا قريت ارقام شريف اكرامي الاخيره، ارقامه متفوق على ابو جبل وعلى الشناوي، ارقامه الاخيره يعني مثلا في التصدي لركلات الجزاء هو رقم واحد دلوقتي حاليا شريف اكرامي، رقم اثنين محمد عبد المنصف، رقم ثلاثة تقريبا أبو جبل، رقم خمسة محمد الشناوي في التصدي لركلات الجزاء. يعني أقصد عايز أقول إن شريف إكرامي أنت بتتكلم في مرحلة تصدي ضربات الجزاء، في حاجة يعني من في حاجة من الحاجات يعني المباراة يبقى فيها ضربات جزاء. طب أنا بكلمك في حاجة من الحاجات يعني أرقامه بتتصاعد. ومعنى إن أرقام شريف إكرامي بتتصاعد يعني معناه منافس قوي جدا إن يدخل. ما يدخلش ليه؟ حقه انه يدخل يعني. هو مستوى عالي بيقترب. احنا قلنا الاسبوع اللي فات، قلنا الاسبوع اللي فات ارقامه في ارقامه عالية. يعني اخر ماتشات ليه افريقيه مع بيراميدز واول ماتشات كله بيقول انه ادى بشكل كويس. ادى بشكل كويس جدا، واول ماتشات ليه مع بيراميدز في الدوري بعد الخساره الافريقيه عمل نتائج كويسه جدا، وانا وعمرو اتفقنا الاسبوع اللي فات ان عنده فرصه كبيره جدا. بس استاذ عمرو بيقول ان ممكن يكون افضل من ابو جبل. لا انا وده مش لا هو بيتكلم على بتكلم ضربات الجزاء جزء يعني من الاحصائيات يعني معناه بيعلى يعني حتى الاهلي ما كانش عليه ضربات جزاء خالص الفتره اللي فاتت، فعشان كده المقياس المعيار مش حقيقي يعني. لكن هو ممكن يخش رقم ثلاثة مثلا، ايه يعني بشناوي ابو جبل شريف، بس كده هيبقى معدل الاعمار كبير جدا في مصر، وده معدل اعمار الحراس كبير. لا انا شايف يعني اثنين، يا الشناوي ومعاه ابو جبل، يا الشناوي ومعاه شريف، ولازم يكون محمد صبحي موجود، لان الثلاثه اعمار سنهم كبير جدا، وده مش مصلحه المنتخب الوطني. وجهه نظر. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونخش شوية في الانتقالات، والانتقالات الحقيقة في لعيبة كتيرة جدا مهمة بنتكلم فيهم، بنسمع عن صفقات للأهلي والزمالك في الدوري المصري. صبحي رايح الزمالك أو الأهلي؟ هو في يعني بتردد بقوة أن محمد صبحي رايح الأهلي. وأنا شخصيا، أنا شخصيا يعني شايف أنه ده مش هيحصل، أنا شخصيا لأن أنا إحساسي محمد صبحي أساسا ساب الزمالك وانتقل على سبيل الإعارة لفاركو علشان يلعب مش عشان حاجة تاني. فهو لو راح النادي الأهلي مؤكد مش هيلعب على الشناوي مؤكد، فبالتالي هيدخل الدور. طب ما انت مش هتلعب فيعني هيروح الأهلي يعني. أنا وجهة نظري إن الأمر ده صعب، أو التسريبة دي صعبة شوية، لكن ممكن جدا إن فاركو يفعل العقد ويدفع ال 20 مليون وياخده.
ولان هو كمان اللاعب عايز يلعب فعايز يشارك، وهو مشاركته ودته المنتخب. لكن هو لو راح النادي الاهلي مع كامل الاحترام للنادي الاهلي هيخرج بره المنتخب، لان مش هيبقى موجود، مش هيلعب، مش هيشارك. المعلومه اللي اعتقد ان موسيماني متمسك بالثلاث حراس اللي معاه. مظبوط مليون في المية كابتن سيف، وبتفق مع عمرو. هو اصلا الولد مشي من الزمالك عشان ياخد فرصه، واعتقد ان الاقرب تفعيل لعقده مع فاركو، يعني خاصه ان هو مبلغه مش كبير، يعني 20 مليون طبعا كبيره على حارس مرمى في مصر، لكن مش كبيره على اسم محمد صبحي. حارس مرمى كويس جدا، وفي الدوري عامل نتائج، يعني شفنا الماتش الاخير ليه وكان ما شاء الله عليه. ف لا اعتقد ان هو هيفكر 100 مره، يعني في كلام على النادي الاهلي او في اقاويل على النادي الاهلي، لكن الولد هيفكر 100 مره ان لو راح النادي الاهلي هتبقى فرصته في المشاركه ضعيفه جدا جدا جدا. يعني احمد عاطف، احمد رفعت، احمد عاطف يمكن واحد من افضل لاعبين محليين، يعني من افضل مهاجمين محليين. يعني لو قلنا الدوري المصري فيه 3 4 مهاجمين، احمد عاطف اتحط في 3 الاربع الاوائل دول. الولد بيعمل، يعني شفت له فقره كانت فقره تحليليه ليه، الولد هايل بالارقام والتحركات وكده. اعتقد ان وجوده في النادي الاهلي مهم جدا. احمد رفعت برضه وجوده مهم جدا في النادي الاهلي. احمد عاطف، احمد رفعت ممكن يروح الزمالك؟ اعتقد ان هم اقرب للزمالك، اعتقد ان هم اقرب جدا للزمالك. الزمالك طبعا محتاجهم. احمد عاطف انا اذكر ان السنه اللي فاتت كان معروض على نادي الزمالك وكارتيرون اللي رفض، لكن انا كنت شايف ان هو من السنه اللي فاتت لعيب كبير وواعد وهيبقى نجم في الدوري، وهو السنه دي اتحقق فعلا. اعتقد ان الزمالك يعني محتاج احمد عاطف ومحتاج احمد رفعت في ظل غياب بن شرقي، محتاج احمد رفعت. بس هو الافضل ليه كمان انه يستمر كمان سنه كمان مع ناديه علشان خاطر ياخد الخبرات الكبيره وبتاع، لان هو لو راح الاهلي والزمالك هتبقى عليه، هو لسه سنه صغير وهتبقى عليه ضغوط، ولو ما سجلش هيتقال عليه صفقه فاشله والكلام ده كله. فانا شايف ان هو ينضج كمان سنه كمان مع الفرقه بتاعته وهيبقى حاجه رائعه جدا. عمر كمال عبد الواحد هيقعد في فيوتشر ولا يرجع الزمالك؟ لا هيرجع مؤكد، هيرجع الزمالك لان عقده كده، هيرجع الزمالك. وعمر كمال عبد الواحد في مكانه خالي في نادي الزمالك، الزمالك محتاجه، لان مركز الباك رايت في الزمالك كلنا عارفين ان فيه مشاكل، اصابات حازم امام كتيره. حازم امام طبعا لعيب كبير بس عنده اصابات كتيره يمكن عطلته فتره طويله. المسلوسي محترف، فانت لما تجيب محترف تلعبه باك رايت بتدي مسلوسي. انا شايف ان ده مش صح يعني. يعني انا وجهه نظر ان المحترفين دايما اجيبهم مهاجمين، لاعيبه وسط مهاجمين، يعني انا عايز دايما في الهجوم للمحترف لان عايز ازود الجزئيه دي. لكن كمان اجيب مدافع محترف ويبقى على يعني. وبعدين بصراحه المسلوسي يعني حتى الان ما يعني ايه ما اثبتش وجوده بالشكل الكافي يعني. لا المسلوسي بصراحه شايف انه لا يستحق انه يلعب في نادي كبير بحجم نادي الزمالك بصراحه. وعمرو في كل تقييماته بيديله صفر يعني. عمرو لا اديته واحد اخر مره، وطاله واحد اخر مره واحد. فشايف انه فعلا يعني صعب انه يكون بيلعب في نادي كبير، في يعني ده لا يستحق انه يلعب اهلي ولا زمالك، ومستواه ضعيف جدا. انا شايف عمر كمان طبعا افضل منه مليون مره، يعني افضل منه مليون مره. بيرستاو، بيرستاو دلوقتي ما شاء الله الماتشين وفاق ستيف دول رجع ثقته فيه بشكل كبير جدا. رجع ثقته كم من 10 دي؟ لا 10 من 10 دلوقتي. هو احسن اسيست في دوري ابطال افريقيا، يعني محمد شريف هو هداف دوري ابطال افريقيا، وبيرستاو دلوقتي افضل صانع اهداف في الدوري باربع اهداف، يعني ما شاء الله عليه. يعني لو كمل كده عايزين بس المباراه كمان الاخيره دي ان شاء الله قدام الوداد، وبعد كده بقى ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. هكذا اسالني، اسالني عشان اجاوب. ما انا جاوبته، اسالني من غير ما تبص لي، اسالني. بيرستاو مهاجم ضعيف جدا، انا ما اديهوش اكتر من 3 من 10، وجمهور الاهلي كان بيهاجمه من اسبوع. اكمل كلام يا كابتن سيف، انا عارف كل اللي انتوا هتقولوه، سيبني انا اقول اللي انا عايز اقوله بقى. انت مش عايز تسال خالص؟ ما انا لا عايز اكمل، بس اكمل اللي انا عايز اقوله. اتفضل. جمهور الاهلي كان بيهاجمه من اسبوع، سبحان مغير الاحوال، في اسبوع بقى نجم ومش عارف ايه. انا مع كامل احترامي. طب ما انت قلت كده على لعيبه الزمالك، ما انت لسه قايل كده على لعيبه الزمالك. طب اكمل. طيب ما انت يعني ما انت قايل لعيبه الزمالك والجمهور كان بيشيد بيهم ودلوقتي ما عادي، ده الطبيعي. انا قلت كده، ما قلتش حاجه على لعيبه الزمالك وما جبتش سيره الكلام ده. على لو كنت بتكلم على هزيمه الزمالك ابوس ايدك، ركز معايا. اتفضل. الفكره بيرستاو الاهلي يحتاج مهاجم احسن من كده بكتير، انا وجهه نظري. تديله كام على الماتشين؟
اديله 3 من 10. انت شفت ماتشين؟ اديله 3 من 10. انا بسالك سؤال تاني. اديله 3 من 10 اديته خلاص. لا خلاص, خلاص انت مصمم انك تديله براحتك. انت شفت الماتشين؟ طبعا. لا لا ليه؟ انا بقول لك لا والله شفت الماتشين. ما لو شفت الماتشين ما هتطلع الثلاثة دي ازاي؟ لا انا بقول لك انا وجهة نظري اديله 3 من 10. انا مش شايف ان بيرسي, انا شايف ان النادي الاهلي محتاج مهاجم احسن من كده بكتير. ممكن اسالك سؤال؟ انت شفت انا بس اسالك وانا قلت لك حاجه انا ما اعترضتش معاك. انا بقول لك انت شفت الماتشين كويس؟ شفته. مين اللاعب في الاهلي تديله 10 من 10 على الماتشين بس؟ علي معلول اديله 10 من 10. حمدي فتحي اديله 10 من 10. احمد عبد القادر اديله 10 من 10. طاهر, محمد طاهر اديله مثلا 8 من 10. كويس يعني, لعيب كويس. انا ادي بيرسي طبعا ماتشين 10 من 10, يعني صنع اهداف غير عادي يعني. ادي احمد عبد القادر 10 من 10, ادي حمدي فتحي 10 من 10, ادي ياسر ابراهيم 10 من 10. يعني مين في مباراة الزمالك وإمبي تديله 10 من 10؟ ولا لاعب. ومين تديله درجة قاطية؟ مين أديله إيه؟ درجة قاطية. أدي يعني. أدي المسلوسي 1 من 10. وأدي بن شرقي 4 من 10. وأدي لأوباما 4 من 10. وأدي لأبو جبل 6 من 10. وأدي لمحمود علاء 4 من 10. وأدي مين تاني؟ فتوح 5 من 10. بس. وتدي إبوكا كام؟ مين؟ إبوكا. إبوكا أديله 9.5 من 10. بريرة أديله كام؟ فيريرا في المباراة دي يعني اديله 7 من 10, بس هو يعني مش مسؤول اصلا, يعني مش مسؤوليته هو. يعني مسؤولية مين؟ مش عارف. اللعيبة. اللعيبة 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 مش مركزة في المباراة. يا جماعة المدرب عامل وعامل مهم, لكن اللعيبة لو مش مركزة في المباراة او مش مديها للمباراة اهميتها, مهما عمل المدرب وتنطط بره مش هيقدر يعمل حاجة. مش هيقدر يعني مهما عمل, مهما المدرب يعني عمل اللي بره مش هيقدر يعمل حاجه. هيحرك اللعيبه ازاي؟ لما الموسيماني في الزمالك كنت عملت انت مشاركه كده. لا ده لو كان موسيماني بيدرب الزمالك على تبريره ده ان فيريرا من غير مسؤول. الزمالك مش ما يقبلش موسيماني اساسا 10 من 10. لا تخيل هو بيبرر لفيريرا انه مش مسؤول, تخيل بيهاجم موسيماني وهو منتصر. امال موسيماني كان في الزمالك كان 10 من 10 طبعا. يوه ده كان عامل تمثال. جبر الخواطر رايك انت فيه. ليه يعني بتدي عني؟ انا ما قلتش كده يا كابتن. انا مش بدي عنك, انا بحلل لا يا كابتن سيف صحيح انت بتظلمني كده يعني. والله جبر الخواطر محمد صلاح. خلاص جبر الخواطر محمد صلاح. لا انا بصراحه انا نسيت والله في البدايه, والله احييك على الانترو بتاع حلقه امبارح. بجد انترو كان رائع رائع رائع. يعني انت عملت ساعه تاريخيه بجد يعني. وانت حضرتك تحدثت ان اللقطه دي هي حديث العالم, وانا باكد لك فعلا ان حديث العالم, مش حديث العالم في انجلترا بس. يمكن حضرتك انت اتكلمت ان صحف انجلترا كلها, يمكن الواشنطن بوست الامريكيه عملت الافتتاحيه عن اللقطه دي. الافتتاحيه واشنطن بوست الامريكيه كانت على الموضوع ده. اسمه مؤمن زكريا كان الاكثر بحثا على موقع جوجل. فامبارح اتعملت 6 صحف بريطانيه عملت بروفايل على مؤمن زكريا وكتبت قصته ومعاناته مع النادي الاهلي, وكتبوا ان البطل تشيلسي والفرحه مصريه. هم قالوا ان اكتر ناس فرحوا بالبطوله كانت الجماهير المصريه اكتر ما فرحت بيه البطل ليفربول. البطل ليفربول والفرحه مصريه. معلش يا استاذ سرحان. قالوا ان كان اكتر اسم بحثاً على جوجل وكان مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي, كان بيدوروا على اسمه وكل الناس كانت تعرف قصته. الصوره دي طبعا كانت مش صحف انجلترا بس, زي ما بتحقق كل صحف العالم بتكلم عنها بشكل كبير جدا. ولقطه بجد يعني, ولقطه انا بعتبرها دي افضل لقطه رياضيه 2022, افضل لقطه رياضيه على الاطلاق يعني. انا يعني اللقطه طبعا اللقطه دي فعلا افضل لقطه في 2022 على الاطلاق على الاطلاق. انا عايز اقول ان اللي انا سعيد بيه قوي 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 محمد صلاح. محمد صلاح مش عايز ياخد اللقطه,
يعني عمل كل الكلام ده وهو اللي جاب مؤمن زكريا وهو اللي تعاه ومش عايز ياخد لا ما عملش زي مسؤولين كتير عايزين ياخدوا اللقطه. صلاح مستني لقطه يا استاذ عمر. ما انا بقول لحضرتك ما في مسؤولين كتير بيبقوا عايزين ياخدوا اللقطه. محمد صلاح اللي عايز ياخد اللقطه ولا اي حاجه، هو اتعامل بسهوله جدا، دعا الراجل وجابه ودخله اوضه اللبس وعمل كل الشغل الجميل الرائع الانساني ده. يعني بجد بجد محمد صلاح انسان عظيم جدا 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 وانسانيا عالي جدا، واللي عمله مع مؤمن زكريا يا رب يا رب يشفيه يا رب، لان فعلا مؤمن كمان من الناس المحترمه والجميله واللاعيبه الجميله فعلا، ربنا يا رب يشفيه، لان اللقطه الانسانيه دي هي اعلى لقطه انسانيه شفتها في 2022. انا متاكد ان مع نهايه العام اللقطه دي هيكون لها نصيب في الحديث وسائل الاعلام العالميه. اعتقد ان اللقطه دي ممكن تكون يعني انت عارف دايما وسائل الاعلام بتحط لقطات معينه في احداث العام. تخيل لما تكون في اللقطه دي، تخيل لما تكون في كره القدم اهداف بطولات ترقيص مهارات وتيجي لقطه زي كده اصابه خروج صلاح 550 خبر في ماتش وماتشات تانية بتتلعب صح ولقطه زي كده تنهي المساله طبعا هي الموضوع انسانيا يا كابتن سيف، انسانيا الموضوع ده عالي جدا في العالم كله، يعني الناس كلها بجد في العالم التقطت الموضوع وحست بقد ايه ان الموضوع ده انساني اكتر من اي حاجه تاني. عشان كده الموضوع ده هو رقم واحد زي ما بيقول علاء، هو رقم واحد في البحث طبعا، رقم واحد احتفال البحث. احتفال اللعيبه بيها يا استاذ عمرو هم ما يعرفوش محمد صلاح اللي داخل بيه يعني. محمد صلاح اللي خارج مصاب وقلقان من اصابته وبيضحك وبيرقص وبيحتفل معاه. صحيح كابتن سيف بجد، يعني اذا كنا احنا كلنا بنشكر محمد صلاح، واعتقد محمد صلاح مش محتاج شكر ان هو بيعمل حاجه مع اخوه عن حب وعن قلب. يعني محمد صلاح ما زي ما قال عمرو ولا عايز يدور على لقطه ولا بيتاجر ولا اي حاجه خالص، دي بيعملها عن حب وجبر خاطر الاخ ليه. لكن اللي بيشكر اللي تشكر اداره نادي ليفربول اللي تسمح بحاجه زي كده، يشكر لعيبه ليفربول ان هم كلهم يشاركوا في احتفاليه زي كده لاعب مع لاعب. اكيد اكيد يعني الغالبيه العظمى منهم، مش هقول كلهم ما يعرفوش مؤمن زكريا، لكن اكيد المنظر اللي شاركوا فيه ده كان لاعب في ليفربول، كانه فعلا لاعب في ليفربول كان معرض لاصابه يعني بيحتفلوا بيه بشكل كبير جدا. يعني انا يعني ممكن اي حد مش فاهم القصه ممكن يقول لك ده لاعب في ليفربول وكان اصابه وجم بيحتفلوا بيه او بيشاركوا من الاحتفالات، لكن انا بشكر جدا اداره ليفربول وبشكر لعيبه ليفربول بشكل غير عادي. يعني دي حلاوه كره القدم، رساله كبيره برضه، رساله مهمه جدا، هي دي رساله الرياضه الحقيقيه يا كابتن سيف. رساله الرياضه ورساله كره القدم دي يعني في ناس اعرفها قالت لك انا حبيت كره القدم بسبب المواقف اللي زي كده، المواقف الانسانيه دي. يعني فعلا انت بالانسانيات بتاثر معاك يا استاذ عمرو؟ لا خالص خالص بجد والله. والله خالص. هتشجع الاهلي في النهائي؟ طبعا انا مش علاء علاء بتاع انا انا مش عايز الاهلي يروح، مالناش دعوه مالناش دعوه، انا مش علاء. انت هتعمل ايه؟ هشجع طبعا، هتشجع الاهلي، النادي الاهلي طبعا. ده الكلام مش عايزه كلام، مش عايزه بص ده الكلام. احنا في النهايه اهلي زمالك زمالك اهلي، احنا في النهايه يا كابتن سيف لازم الناس تبقى فاهمه ان في النهايه لو الزمالك بره طب ما انا اشجع الاهلي، ايه المشكله؟ ما هو ده ابن عم الزمالك في النهايه صح، مش يعني حد مش غريب، فهو الاقرب للزمالك الاهلي. سيبك من الناس المتعصبه اللي هي تقول لك اصل احنا سبعه واحنا 10 واحنا ولا تفرق صح. احنا في النهايه هنشجع ابن العم. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع نكمل حديثنا بقى عن الدوري المصري. دلوقتي نادي الزمالك عنده لعيبه هتنتهي عقوده، وقالوا ان هم سعيد عطار قال لي ان احنا بنراسل اتحاد الكوره، بنراسل الاتحاد الدولي عشان نهايه الموسم ناخد موافقه بنهايه الموسم، فسالته على العقود فقال لي هل العقود بيكتب فيها المده نهايه الموسم ولا تاريخ؟ لا مش تاريخ، نهايه الموسم. عندك معلومه انت؟ بنهايه الموسم لعيبه الزمالك مكتوب بنهايه الموسم، بنهايه الموسم العقد، بنهايه الموسم، لان احنا دايما في مصر ما بتقولش كده في الجنة الساس لا قلت كده في الجنة الساس انت سافرت فضلت عمال تقول لي في الجنة الساس عقد ينتهي مع الزمالك نهايه الموسم، وانا اقول لك لا هينتهي في شهر 6، انت كان في شهر 6 انت في شهر 6 وطلع كلام صح. هقول لك هقول لك انا لسه كنت استطرد في الموضوع. اتفضل. العقود بنهايه الموسم، لكن الموسم في مصر دايما ليه في مصر الزمالك بيكتب عقوده بنهايه موسم كذا كذا؟ لان الموسم عندنا مطاط ما بينتهيش. وليد العطار قال ان هياخد موافقه من الاتحاد الدولي بمد الموسم.
هو ده الكلام، ما انا ده اللي بقوله. السنه اللي فاتت اللي حصل ان فرجاني ساسي مشي والزمالك اشتكى للاتحاد الدولي، لما الزمالك لجأ للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي بعت ان لا الموسم بينتهي 1/6، فبالتالي ساسي اللي عنده حق. تمام. لكن الخطوه اللي بيعملها دلوقتي الزمالك مع اتحاد الكوره ان اتحاد الكوره يغير ده على السيستم ان الموسم عندنا هينتهي 1/9، هي دي اللي اللي تظبط يعني الكلام بعد كده خلاص. الكلام ده طبعا مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ اقول لك انا حاجه، حق الزمالك. طب افرض طب ثواني ثواني، افرض هو حق الزمالك. طبعا كابتن سيف، نفترض ان واحد زي بن شرقي وهتحصل نفس التجربه، جه 1/6 الجاي ده او 30/6 ومش عايز يجدد مع نادي الزمالك وجاي العرض، لما يتنظر لحد 1/9 يعمل ايه بعد 1/9 وكل الانديه قفلت، كل الانديه مثلا بره قفلت قوامها، ايه اللي هيعمله؟ كابتن سيف 30/6 هو الميعاد الاخير بالنسبه للاتحاد الدولي، ونفس اللي حصل مع ساسي هيحصل مع اي لاعب في نادي الزمالك او في النادي الاهلي او في اي لاعب في اي نادي، وفي اي نادي غير الاهلي والزمالك 30/6 اي لاعب اجنبي او اي لاعب محلي عايز يوقع للنادي هيوقع له وينضم ليه. مش معقول ابدا لاعب هيفضل قاعد لحد 1/9 ويجي بعد 1/9 الموسم ينتهي وما جددش عقده مع ناديه يقف في الشارع. ده مش كلام في الشارع. اولا مش صحيح، لان اولا ده غلطه اتحاد الكوره، هو اللي عمل الموسم اخره 1/9 من اتحاد الكوره. طب ماشي، فبالتالي هو اللي يتحمل المسؤوليه، هو اللي يصلح الخطا اللي عمله. طبعا انا ايه ذنبي؟ هو الزمالك ملوش ذنب طبعا. ايه ذنبي انا في عقودي؟ طب الاتحاد الدولي يعمل لك ايه يعني؟ الاتحاد الدولي يعمل لك ايه؟ انك يحلها مع الاتحاد الدولي، ياخد موافقه من الاتحاد الدولي ان الموسم في مصر. يعني الاتحاد الدولي هيدي لكل الانديه اللي بره امتياز ان تسجل لعيبه من مصريين عشان خاطر الدوري المصري خلص واخري؟ لا طبعا. يعني على فكره يعني راح اقول الدوري السعودي خد الستة 1/9، الدوري الامارات، الدوري مش عارف قطر، الدوري مش عارف اوروبا افريقيا، راح اقول لهم كلهم لا والنبي استنوا ما تفرجوش السيستم عندكم عشان في لعيبه مصريين خلص 1/9. طبعا ده ما يحصلش يا كابتن سيف، ما يحصلش. ولا كان في رجال ساسي كمل. طيب ننتظر لنرى. لا انا رافض قرار رابطه الانديه بتاع المدربين، رايك فيه؟ قرار رائع جدا، وانا الاسبوع اللي فات قلت حضرتك توصيه واشدت جدا بالتوصيه والحمد لله دفعت لقرار، وده كان قرار قديم واتلغى للاسف. كان قرار في عهد الاستاذ عمرو الجنايني ولغاه مجلس احمد مجاهد. انا شايف ان ده عوده لحاجه كويسه ودرس للعيبه المدربين المصريين، عشان بعد كده اي ما فيش مدرب يتلاعب بعقده ومع نادي ويسيبه في نص الطريق، ما يغرقش نادي، ما يجيش لاعب مدرب في وسط موسم يسيب فرقه عشان خاطر عرض تاني من فرقه تانيه، ومجلس اداره يجد نفسه في ورطه لان هو بيكون هو المختار اللعيبه وهو اللي يكون متعاقد مع اللعيبه، ويجي في نص الموسم وانت ما عندناش اصلا كمان فاصل زمني بين نص الموسم، ما عندناش مثلا زي اوروبا بنقعد اسبوعين راحه، لا ده متلاحم مع بعض. فانا شايف ان ده قرار رائع جدا. سامر. طبعا قرار كويس جدا، وطالما بقى لائحه وتحول لقرار يعني القرار يعني بقوه اللائحه، فبالتالي هو مهم جدا، لان فعلا انتقال المدربين من مكان لمكان والتبادل والتوافيق اللي بتحصل دي مش مظبوطه ومش صحيح. نلاقي مدرب بيلاعب فرقه قبلها باسبوعين ويجي يلعبها يقابلها تاني بفرقه تانيه بعد شغله كله لخبطه اللي بيحصل ده، ما ينفعش يبقى الانتقالات بالشكل ده. وعجبتني اول فقره بتاعت علي العباسي وعقيم البسوني بصراحه، المواجهه المنظمه كنت عاملها دي بدون تعليق، دي كانت فعلا دي كان انت كنت تخلي فعلا القارئ هو اللي يستنتج مين الصح ومين الغلط صح. واكيد كله عارفوا مين اللي كان على صواب. عبد الحميد بسيوني على صواب. انت ضد بسيوني خلاص؟ انا مش ضده خالص والله. شفتها؟ انا بقول له عبد الحميد. انت شفت الفقره؟ انا ماليش دعوه بالفقره، انا عبد الحميد بسيوني اللي على صواب. شفت عبد الحميد بسيوني على صواب؟ كابتن عبد الحميد بسيوني شخصيه محترمه وفوق دماغه. هو حد اتكلم؟ احنا هو بيتكلم الراجل على فقره طلع. طب انا عارف طلع مسؤول المحله. قال كلامه وده قال كلامه بس، وقلت وانت سبتها للقارئ. انا قارئ، انا مشاهد. مش قراء، مش قراء. انا مشاهد بقول لك عبد الحميد بسيوني اللي على حق. اذا كنت شفتها انا شايف كده، وانا اتحداك لو كان شافها. مين؟ انا عمري شايف الفقره. بسيوني على حق طبعا، لانه طبعًا. بسيوني اختارهم، قال لهم هو الراجل، انا قلت لهم انا عندي امكانيات اقل، اللي محتاج كذا كذا، مش هتوفر لي الامكانيات دي، سلام عليكم همشي خلاص. زياده عدد الجمهور رايك فيه ايه؟ قرار رائع جدا جدا، قرار رائع وعلى الطريق الصحيح ان العدد الجماهير تزيد، ويمكن طالبنا بيه كتير جدا في الفتره اللي فاتت. وشكرا جدا للجنه رابطه الانديه المحترفه انها تعمل حاجه زي كده، حاجه كويسه جدا جدا، واتمنى ان الجمهور يستجيب لده
ويشتغل بشكل كويس يساعد الرابطه انها كمان تزود كمان في الفتره اللي جايه. طبعا قرار رائع جدا، يعني من 2000 ل 5 يعني زياده ضعف، لكن طبعا احنا بنامل اكتر من كده، وانا متوقع ان هنعمل اكتر من كده، لكن انا بس في بس النظام حجز التذاكر صعب جدا على الناس، مش كل الناس عندها القدره انها تقعد على النت الفتره الطويله الزمنيه دي. بس لازم بقى طبعا، ما لازم بس اعتقد يعني كله شغال تخفيف كده. شويه تخفيف شويه حتى لو في فئات معينه، لو مثلا طلبه جامعات طلبه بتاع يعني يعني مش معقول ابدا ان واحد يعني انا عرفت ان كان في طلبه عندهم امتحانات دلوقتي كانوا قاعدين على السيستم وسايبين الدراسه، يعني في طلبه كتير جدا فضلت قاعده على السيستم. الموضوع يا استاذ علاء ما بياخدش 10 دقايق. لا يا كابتن سيف، لا 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 ما بياخدش حاجه يا استاذ. العالم كله ما تكبرش، انا بقول لك بس شويه تسهيلات بس شويه تسهيلات بس. طيب تتوقع الاهلي جمهوره يبقى قد ايه في ماتش المغرب الوداد؟ ممكن يوصل 5000. 5000 صعب. 5000. بس انا عايز اقول حاجه كمان في اللي قاله علاء تعقيبا عليه، ان مش التخفيف في النظام الالكتروني ولا نظام تذكرتي، بالعكس النظام رائع طبعا جداً. لكن التخفيف في ثمن التذكره، يعني هم نزلوا هم نزلوا ثمن التذكره من 100 جنيه الموحده من 100 جنيه ل 75 جنيه. انا شايف انها تنزل كمان اكتر، لان جمهور الكوره ما عندوش فلوس كتير، يعني غير الجمهور علي في الثانيه وفي الثالثه وفي الاولى. انا شايف ان الاسعار دي رائعه جدا. لا تنزل شويه، محتاج نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف قالوا وقلنا ايه بعد الفاصل. نرجع بقى للفقرات السريعه جدا، وقالوا وقلنا ده أول تصريح لينا أستاذ علاء سريعاً. لا يعقل أن يلعب نهائي في المغرب على نفس الملعب عامين متتاليين. هو أنا ده كابتن صدر حفيظ، بس هو كابتن صدر حفيظ بس في بس نقطة أنا قريت التصريح ده، بس في نقطة لازم أوضحها شوية. إن المغرب أول مرة 2020 ما كانش قرار ليها هي. دي كانت قرعة. يعني يمكن بس هو غاب شوية قبل المباراة الأهلي، يعني إحنا كنا في المغرب الأهلي كان هيلعب الوداد والزمالك هيلعب الرجاء، قبل المباريات بيوم واحد بس اتعملت قرعه وفازت بيها مصر، ما كانتش في المغرب، وبعد كده ولما الاهلي والزمالك تاهلوا خلوها في مصر. لا، القرعه من البدايه خالص قبل المباراتين الذهاب القرعه كانت فازت بيها مصر. تصريح طبعا مش موفق من الكابتن سيد زي ما قال علاء. لا ما قلتش مش موفق، انا بوضح مش نقطة. موفق لان هو المره الاولى ما كانتش اسناد، ما كانتش بالطريقه دي. تمام، عشان كده لا بس ما بحسبش يعني المره دي. يعني كايزر شيف السنه اللي فاتت النهائي كان في المغرب والسنه دي النهائي في المغرب. ماشي، الثاني بقى عشان وقتنا سريع. بس الثاني ارغب في الاستمرار مع جلطة سراي، وجئت له من الزمالك الاكثر شعبيه في مصر مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي. سريعا بقى استاذ، مغازله يعني عارف مغازله استاذ عمر. لا هو تصريح صحيح، هو مصطفى محمد عايز يستمر مع جلطة سراي لانه هو عمل موسم واحد بس. هو الموسم الثاني اكيد هيعليه اكتر. اللي بعده، انا افضل لاعب بالعالم في مركزي وارقامي تثبت صحه كلامي. عندك حق. طبعا تصريح قوي، وهو فعلا افضل لاعب في مركزه بالارقام مش باي حاجه تاني، هو افضل لاعب في العالم في مركزه. مظبوط. اللي بعده، اتفق مع تصريحات صلاح بخصوص انه الافضل في العالم بمركزه. كارلو انشيلوتي بالفعل انا قريت التصريح ده وبشكره جدا على دعمه، لانه في البعض حاول ان هو ينتقد محمد صلاح على تصريحه ده، لكن اعتقد ان انشيلوتي انصف في محمد صلاح جدا في تصريحه. طبعا لما مدرب بحجم انشيلوتي يقول نفس الكلام ده او ياكد على كلام صلاح، مش مدربه ورايح له كمان يلعبه مش مدربه. يعني لو كان يورجن كلوب قال الكلام ده كان ممكن يتقبل. انا اتمنى ان مدربينا يتعلموا من التصريحات دي. طيب اللي بعده، فريق بيتلو اتلتيكو الانجولي كان سيتاهل لنهائي البطوله بسهوله لو واجه الاهلي او فاق الصيف الجزائري بدلا من فريقي. وليد الكراكي مدرب الوداد البيضاوي، اتمنى نراجع التعليق ده بعد نهايه دوري ابطال افريقيا، هتقول ان يا ريت الوداد ما كانش يلعب النادي الاهلي في النهائي، هيندم. هو طبعا تصريح الهدف منه يعني ضغط على النادي الاهلي، لكن في النهايه ذكاء من مدرب الوداد المغربي، ذكاء منه ان هو بيضغط على النادي الاهلي، لكن هو في النهايه انا وجهه نظري ان النادي الاهلي
اقوى من الوداد مع كامل الاحترام للوداد. ان شاء الله انا بحب الوداد جدا وبشجع الوداد على فكره، بس الاهلي اقوى منه. اللي بعده، اتمنى ان يلعب حلمي طولان امام الاهلي بنفس اداء وامام الزمالك. هو فعلا كابتن حلمي طولان بيلعب بنفس الاداء ده قدام النادي الاهلي استاذ عمرو؟ لا، بس فعلا الكابتن حلمي مع كامل الاحترام ليه مدرب محترف ومحترم، واي مدرب لازم يلعب قدام الاهلي والزمالك بنفس القوه. صح. بس فعلا بيلعب قدام الزمالك غير قدام الاهلي. لا كل مدرب فعلا بيلعب قدام الاهلي غير قدام الزمالك. يعني عماد النحاس عماد النحاس بيلعب قدام الاهلي غير قدام الزمالك. نتمنى له كابتن الكباتن دي كباتن كيرو، نتمنى لهم كل التوفيق. كلام الصوره، عايزين نشوف تعليق على اول صوره، نشوف عنوان مانشيت صوره العمر استاذ عمرو. انسانيه 2022. اللي بعده، نورت وشرفتنا، ودي هديتي ليك استاذ عمرو. الكاس دي الكاس هياخد منك حته. اللي بعده، جت سليمه استاذ عمرو. وقعت قلبنا يا ابو صلاح. اللي بعده، ما تزعلش هتكمل معانا استاذ عمرو. حبيبي يا ابو صلاح، كلوب بيقول له حبيبي يا ابو صلاح. اللي بعده، ده فرق بين النهارده وريال مدريد. ان شاء الله هتضحك، ان شاء الله هنضحك مع بعض. سامر، طبعا مختلفين عن بعض. ايوه يعني. انا كنت اقول كده، الفرق كبير، فرق كبير بينهم. دي خارج مصاب فقلب وجعه، وكلوب نفسه قلب وجعه، ودي خارج فرحان يعني مبسوط. بكره نتحق. مبسوط بالانتصار. لا دي مصاب برضه. برضه اللي هي بتاعه 2000 بكره. لا دي بتاعه 18 ودي بتاعه النهارده 2018. اللي بعده، بس برضه الاصابه مختلفه. طبعا الفرق كبير طبعا، الدنيا مختلفه. عمر مرموش، يعني فرقته قعدت في الدوري الالماني واحرز ضربه جزاء فقعدت فرقته. مرشح ياخد افضل لاعب ناشئ في الدوري الالماني، ما شاء الله تستاهل. لاعب كبير واتمنى ان يستمر بنفس المستوى يعني. اللي بعده، رئيس الاتحاد الجزائري مع بعثه الاهلي. احنا اخوات على طول، اشقاء طبعا، وروح رياضيه عاليه، ودي الرياضه لازم تعمل كده يعني. اللي بعده، كابتن حلمي طولان مع حازي امام واحمد عبد المقصود. اسره واحده استاذ علاء. كره القدم تجمعنا ما تفرقناش. اللي بعده، شيكابالا وامام عاشور. انت شايف اللي انا شايفه ده؟ اللي بتعملوه ده يا اولاد. اللي بعده، أول تدريب لحجازي. الحمد لله على السلامة يا بطل. أستاذ عمرو، يلا بقى شد حيلك عشان ترجع بيراميدز. اللي بعده، يرجع بيراميدز. هو كان في بيراميدز؟ لا ورايا. ده المدير الفني اللي هو الصيف بيهنئ النادي. يعني شكرا على الضيافة وشكرا على كلامك عن النادي الأهلي. أستاذ عمرو، لازم يراجع نفسه. راجع نفسك، راجع نفسك. الراجل بيهنيهم بيقول لهم مبروك. راجع نفسه، راجع نفسه برضه. فرقته لازم نخش من 1 لـ10. نبتدي المشوار. لافتت محمد صلاح بالاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا. طبعا 10 من 10 وأكثر من 10 من 10. 10 من 10. أداء الأهلي في لقاء العودة أمام وفاق سطيف. 8 من 10. 8 من 10. تقييمك لأداء محمد شناوي مع الأهلي في لقاء العودة أمام لقاء سطيف. 7 من 10. 5 من 10. إصرار موسيماني على دفع بيرستاو في مركز المهاجم. 7 من 10. 0 من 10. تصعيد الأهلي المستمر لأزمة ملعب نهائي دوري الأبطال. 0 من 10. 0 من 10. وايه السؤال يا كابتن؟ عشان بس انا كنت بفكر في الموسيماني. تصعيد الاهلي المستمر لازمه ملعب نهائي دوري الابطال. 10 من 10 طبعا.
10 من 10. لا اصل هو عارف لما بتكلم على موسيماني انا استغربت انك قلت صفر كده. انا كنت عايز اقول لك، كنت عايز اقول لك والنبي ما تجيبش اسم موسيماني. انت كنت كويس يعني عايزك تقول ايه المدير الفني للاهلي ما تقولش اسم موسيماني. قرار فيريرا بتقليص عدد ناشئين في تدريب الزمالك 10 من 10 10 من 10 طبعا لازم تركيز. مستوى المغرب المغربي اشرف بن شرقي مع الزمالك حاليا 5 من 10 2 من 10 استقاله معتز البطال المدير الفني لسيراميكا 0 من 10 خساره 0 من 10 تقول لي هيثم شعبان مثلا كويس قوي تقول لي هيثم شعبان تدريب بتروجيت 10 من 10 مدرب كويس لا 0 من 10 خطوه لورا كلش اتمناها يعني. قرار محمد بسام برحيل عن طلائع الجيش وعدم التجديد 10 من 10 0 من 10 تفكير ام بي في بيع عدد من نجوم ونهايه الموسم لحل الازمه الماديه طبعا 0 من 10 يعني يعني ما كنتش امل ان ده يحصل يعني 10 من 10 لان هو قدم لنا مجموعه ناشئين رائعين يعني استمرار شيكابالا للموسم القادم 10 من 10 لازم يستمر 5 من 10 5 من 10 يقدر شيكابالا يكمل كم موسم في الملعب من وجهه نظرك؟ لا هو يعني كم موسم دي صعبه بس هو لازم يبقى موجود الموسم الجاي على الاقل وبعد كده قرر لكن يعني على الاقل موسمين شرفتني يا استاذ عمر شكرا كابتن علاء تشرف بوجودك ربنا يخليكم ان شاء الله بكره ان شاء الله النادي الاهلي سله النادي الاهلي عندها ماتش مع الاتحاد الماتش الفاصل في دوري السله 2-2 دلوقتي 2-2 فان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله نبارك للنادي الاهلي كره اليد طبعا عاملين نتائج رائعه جدا في النيجر وان شاء الله باذن الله النهائي هيكون اهلي وزمالك باذن الله يا رب بشكركم شكرا جزيلا انت راي حضرتك يا كابتن سيف في بطوله كره اليد الاهلي والزمالك في ماشيين باداء رائع ان شاء الله ونتمنى لهم كل التوفيق تتمنى لمين بقى الاثنين يلعب افضل الاثنين بتوعنا اهلي وزمالك النهائي يبقى مصري ده شيء رائع جدا صح احنا من الجميع ده احنا ملوك الشغلانه دي انا احييك يا كابتن بشكركم شكرا جزيلا خلصنا حلقتنا النهارده استاذ عمرو الدردير وسعاده عزت بشكركم شكرا جزيلا اشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله على الف خير